الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا ومرحبا بكل جاليتنا خارج حدود ارض الوطن. مرحبا بكم معنا، اهلا تونس. موعدكم المباشر ساعتين تقريبا من البث المباشر، وهذه اخر حصه في سنه 2017. ان شاء الله 2018 يكون عام مبروك عليكم الكل، ان شاء الله سنه كلها صحه وعافيه ويا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. مواصلين معاكم ومواصلين معاكم مع مجموعه اخرى من الضيوف ومجموعة من الفقرات والربورتاجات، واليوم باش نحكيو على رالي عليسة، تظاهرة ثقافية سياحية رياضية. يعني 60 مرأة تشارك في التظاهرة هذه، تنطلق من المرسى إلى عنق جمل. 60 امرأة من بلدان مختلفة، من المغرب، من كندا، من بلجيكا، من فرنسا، من سويسرا، مواكبة للتظاهرة هذه باش تشوفوها خلال حصتنا اليوم. فقرة كاملة بتبيعها خاصة بال التظاهرة هذه. أيضا اليوم باش نحكيو على ديوان تونسيين بالخارج، ديوان تونسيين بالخارج اللي هو شريكنا في الحصة هذه أكيد، لأنه تعرفوا كونه ديوان على امتداد العام دائما فما جديد بالنسبة للجالية، دائما فما تظاهرات، فما أنشطة. اليوم باش نحاولوا نقوموا بتقييم لسنة كاملة وشنو يستنى أيضا جاليتنا خلال 2018. أيضا مجموعة من الروبورتاجات قام بها زميلي وديع برحومة في ليبيا لمواكبة معرض ليبيا الدولي، وتحديدا المواكبة المشاركة التونسية، هذا من خلال مجموعة من الروبورتاجات باش تشاهدوهم في الحصة اليوم. أيضا معنا اليوم الفن والفنان من سوريا، حاضر معنا اليوم الفنان علي حسين موجود معنا، وإن شاء الله باش نتحدثوا معاه خلال الحصة، بالإضافة لمجموعة أخرى من الروبورتاجات وضيوف نكتشفوهم على امتداد بثنا المباشر. خلينا نبداو كما قلت مع رالي عليسة من خلال الفقرة هذه ومواصلين. بالنسبه للرالي عليسة الحقيقه اليوم قاعد تشوف الانطلاق تاع السيارات، 30 سياره، 31 سياره مشاركه. بالنسبه لنا احنا هو دور رياضي بالنسبه اللي تقوم به الجامعه اساسا، مع التزامن مع الدور السياحي، لانه اكتشاف تونس بلادنا حلوه برشا، الناس كل تعرف، والناسيوناليتي اللي جاوا اليوم عندنا كندا، بلجيكا، فرنسا، الجزائر، التوانسه موجودين زادة، الحمد لله، يعني باش يكتشفوا بلاد حلوه برشا. الطقس بتاعنا طقس رائع جدا في شهر ديسمبر كما تشوف، بالنسبه لهم هما حاجه باهيه، اكيد باش يجيب برشا سياح لتونس الرالي هذايا. نوعيه الرالي هذايا معناتها يندمج في اطار استراتيجيه تنويع واثراء المنتوج السياحي بصفه معناها ربما تختلف على الترويج السياحي العادي اللي هو معناها التوريزم دو ماس ولا حاجه، على خاطر تمكنهم باش يعرفوا بلايص اللي في العاده ما يدخلوهاش برشا معناتها سواح. احنا تشوف حتى المسلك نتاع الرالي نتاعنا اللي نجيبوا فيه 1500 كيلومتر، يمشي من 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 العاصمه، يمشي للشمال الغربي، يمشي لكل الشريط الغربي نتاع تونس، حتى القفصه، حتى الجنوب، نمشيو حتى القروان الوسط، ونمشيو لساحل الحمامات والوطن القبلي. La première fois que je suis fait le rallye Alissa, c'est même la première fois que je vais en Tunisie. C'est super beau, on est bien content d'être ici. On est accueillis comme des princesses, quoi. Et je pense que c'est une belle façon de découvrir donc ce beau pays qui est la Tunisie. Je pense que c'est une belle initiative. Et donc j'ai bien hâte de découvrir ça comme elle et comme beaucoup des pilotes féminines. Ça va être ma première fois ici, comme je disais. Donc hâte de découvrir ce beau pays. C'est justement un rallye pour les femmes. Ça nous permet de visiter la Tunisie, de voir la Tunisie autrement et de rencontrer des locaux. Donc ça change de nos vacances d'été où l'on vient et c'est vrai qu'on reste souvent sur place, dans les hôtels, on ne bouge pas trop. Et là, c'est aussi ça nous permet aussi de faire des rencontres, de rencontrer les Tunisiens, de faire des visites culturelles. Et puis c'est vrai que c'est aussi un challenge malgré tout, parce qu'il y a quand même
le côté sportif. Et c'est surtout aussi pour montrer qu'on peut s'amuser, mais en respectant le code de la route. Je crois que c'est le but de Si Taïeb d'avoir fait ce rallye. C'est la 4e édition et il voulait vraiment montrer que... C'est un rallye de régularité, donc il voulait vraiment montrer qu'on pouvait s'amuser, faire des manifestations et tout, sans courir, sans aller trop vite. Participer à ce rallye, c'est vraiment une belle aventure, découvrir la Tunisie de l'autre côté, voir la vérité, enfin la réalité, pas que les lieux touristiques. Le but c'est de découvrir la Tunisie, même qu'elle est la Tunisie, mais je ne sais pas si c'est Tunis, donc je vais visiter, il va nous faire découvrir des endroits magiques qu'on a en Tunisie, donc c'est ce que je voulais faire. C'est un moment très intéressant d'avoir 8 équipages canadiens qui participent au rallye d'Elissa. C'est bien sûr des femmes. Aussi, il y a des journalistes du Canada qui sont ici. Donc, c'est une opportunité un peu de faire rayonner la Tunisie au Canada pour que les Canadiens typiques apprennent à connaître un tout petit plus votre pays. النقل الوطنية التونسية ديما تدعم في السياحة، تدعم في الاقتصاد الوطني مباشرة وبصفة غير مباشرة زاد كيف دعمنا للسياحة في بلادنا، دعمنا للرياضة النسائية اللي يلزم تطويرها وإضفاء حركية وديناميكية على السياحة التونسية خاصة في آخر السنة. اليوم ندعم رالي عليسة تاريخ تونس 3000 سنة حضارة، والرالي بكامل معناتها الجوانب نتاعو وبحضور معناتها العديد من المتباريات من عديد البلدان الاوروبيه. عندنا تشجيع كبير للنوع هذايا من الراليات اللي باش يخلي العلاقه معناها تكثر ما بين البلدان، كما شفت برشا جنسيات موجودين. باش نبعثوا كلنا رساله للعالم، المراه ككل مش المراه التونسيه برك، المراه ككل مهمه برشا، وما عادش حاولوا لازمنا نقزموا المكانه نتاعها، رانا اشتر العالم، معناها ما نجموش ما عادش لازمنا نتراجعوا على حقوقنا، نتراجعوا على هذا الكل، واكثر من هذا الكل رساله باش نوريو اللي بلادنا امنه، هذا اللي يهمني اكثر من كل شيء، بلادنا امنه وبلادنا جميله، دونك للناس الكل لو بوشا وغي ان شاء الله يمشي وتنجح التظاهره هذيا ويجيونا برشا عباد يتفسحوا في تونس الجميله. مرحبا، اول مره تشارك في الرالي هذا؟ انا حملت اللقب تاع العام الماضي. بطلت العام الماضي والسنه ان شاء الله تكون زاده بطل. ان شاء الله وعلاش لا، انا مع لي كالكول والحسابات وان شاء الله نشرفوا بلادنا. ان شاء الله هو فرصه زاد الاكتشاف الجانب السياحي والتراثي في تونس. جوستمون العام اللي فات اكتشفنا الجهه من تونس، هذا العام نزيدوا نكتشفوا جهه واحده اخرى، وهذيك هي سي المنافسه وميم طون السياحه، وان شاء الله كل شيء يجوز على خير. مرحبا مجددا كل مشاهدينا، مواصلين معاكم، وحبيت نذكركم برقم الهاتف اذا كان تحبوا تشاركوا معنا اليوم على امتداد الحصه في كل فقراتنا. 00216 من البر اكيد 71 143 300 هو رقم الهاتف، 143 300 هو رقم الهاتف، نجموا تتصلوا بنا على امتداد الحصه. حبيت نرحب بضيفي سي حلمي تليلي. مرحبا بك سي حلمي، مدير عام ديوان تونسين بالخارج. مرحبا بك. شكرا لك وشكرا على الاستضافه، إن شاء الله سنة إدارية جديدة مباركة على الجميع. يعيشك وانت زايدة إن شاء الله 2018 عام مبروك عليك، وبتبيع على نقول على كل الجالية التونسية خارج حدود أرض الوطن. اليوم لقانا هو أكثر باش نحكيه على سنة كاملة من الأنشطة، من اللقاءات، من الندوات. سنة كانت حافلة بالعديد من الأنشطة وبالعديد أيضا من يعني التنقل خارج حدود أرض الوطن، ومواكبة دائمة للجالية. دونك حبينا ننطلقوا بالنقطة ونشوفوا النشاط السنة شنو ممكن نقول عليه وباش نجم نخرج منه، كذلك النقاط اللي نجم نخرج بها. والله صح، نحب نشكرك على الشهادة هذه اللي احنا ما انتظرتهاش في الواقع، انه سنة النشاط المكثف. بالعكس احنا ما زلنا ما ناش راضيين على الأداء، خاصة وانه جاليتنا تغيرت تركيبتها، اصبحت كفاءات وإطارات ومثقفين، فيتطلب منا حضور أكثر والارتقاء بأدائنا إلى مستوى الانتظارات. فنحن ساعين إلى تطوير أنفسنا
حتى تكون صلتنا أفقية معهم أقصى ما يمكن. صحيح حاولنا أن السنة هذه تكون ندخل نوعية جديدة من الأنشطة في جميع المجالات، باعتبار أنه ملف الإقامة في الخارج وإلا بصفة أشمل ملف الهجرة هو ملف أفقي، وبالتالي تتقاسم عدة هياكل ومؤسسات. بالنسبة للديوان التونسي بالخارج، طبعا نعمل في إطار رؤية واضحة ورؤية طبعا استراتيجية، وحددنا لأنفسنا صلبة وزارة الشؤون الاجتماعية أهداف نتولى باستمرار قيس المؤشرات للأهداف هذه، وحتى نشوف فين اتجاه احنا ماشيين. ولكن عملية قيس الأداء بتاعنا هو راهو ما ينجمش يكون عمل داخلي للمؤسسة في حد ذاتها، باعتبار خصوصية المؤسسة هذه، وبالتالي القيس نفسه هو يرتكز على رؤية الجالية بكافة شرائحها لأنشطتنا ولحضورنا سواء في تونس من خلال مندوبيتنا الجهوية وملفاتنا وأنشطتنا الداخلية، أو في مختلف بلدان الإقامة في الدول اللي عنا فيها أعداد هامة من التونسيين واللي هيكلياً ديوان التونسي بالخارج متواجد فيها من خلال شبكة الملحقين الاجتماعيين، أو لو تحب حتى نترقوا لهم بعد بأكثر التفاصيل المراكز الاجتماعية والثقافية، أو الدول الأخرى اللي نحاولوا نعمل مساعي أن تكون عنا صلة كبيرة. وما تنساش اللي احنا نعمل في تنسيق تام وسلس مع كافة تمثيليتنا الدبلوماسية والقنصلية. اي معناتها سي حلمي، لو كان معناتها نحبوا نركزوا أكثر، قلت لي فما أشياء يعني كنت ركزتوا عليها اهتمامكم أكثر، شنو هي النقاط هذه كان نبدا بها؟ النقاط هذه يمكن نجم نلخصها ونجمعها في ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو حماية حقوق التونسيين في مختلف بلدان الإقامة. المحور الثاني هو مزيد ربط الصلة وتثبيتهم في هويتهم الوطنية. والمحور الثالث هو توفير المناخ الملائم لحثهم على مساهمة أكبر في الاستثمار المباشر وبالتالي في التنمية الاقتصادية الوطنية. فكانت تقريبا كل الأنشطة نتاعنا ممكن أنها تكون من زاوية تحت ثلاث أهداف الاستراتيجية هذه. ولو تشوف ناخذ فكرة حتى على أنشطتنا في الداخل وفي الخارج، كانت يمكن على سبيل المثال في ربط الصلة بالجالية، اللي من بين الأهم الأنشطة اللي تدخل في الباب هذا هو تنظيم الندوات واللقاءات. وأكبر دليل على ذلك أنه السيد رئيس الحكومة نفسه أشرف على المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج يوم 28 جويلية، فهذا يترجم الحرص على مزيد ربط الصلة، طبعا إلى جانب البرامج القارة والثقافية مثل تعليم اللغة العربية ومثل اللقاءات في المناسبات الدينية والمناسبات والأعياد الوطنية. هذا الكل يدخل في إطار ربط الصلة بالوطن وترسيخهم في هويتهم الوطنية. يعني كي نقولوا الهوية ونقولوا التنمية، يعني في حد هو يعني النقاط هذه في حد ذاتها تصب في بعضها، يعني تركيز الهوية بدوره يخلي التونسي ما يبعدش على بلاده ويستثمر في بلاده، يعني كلها متعلقة ببعضها. يمكن كي نبداو بالجيل الأصغر، الجيل معناتها التخوازيام والكاتخيام جينيراسيون، يمكن نكون نخمم أكثر للمستقبل أكثر، ونكون منهم هما تبدا الحكاية، معناتها يبدا الاهتمام. لانه حتى الان كي نتحدث على تركيبه الجاليه تغيرت على السنوات اللي تعدات، معناتها توا ولات فما جيل اخر لازم عنده اهتمامات اخرى، حتى طريقه باش توصل له المعلومه تغيرت نوعا ما، مش كيما نحكي على الجيل اللي مشى في السبعينات والثمانينات. كيما طبعا هو العالم الافتراضي كله تطور، والوسائل الاتصال الحديثة هي تفرض علينا كذلك أن نطور أنفسنا. أنا من أول نقطة انطلقت منها أنه ضروري أنه حان الوقت أن نطور أنفسنا حتى في السياسة الاتصالية مع الجالية، وهذا من أهم النقاط اللي
اعتقادي راسخ انه يلزم يرتكز عليها نشاطنا سنه 2018، لانه اذا ما نطورش وسائل اتصالنا مع جاليتنا فالمعلومه ماهيش باش توصل للجالي. ففي باب مثلا انت ربطت بين حثهم على المساهمه في التنميه والعلاقه مع الهويه، هو الموضوع هذايا كان الحقيقه موضوع للنقاش حتى في المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج. اي وكنا تكلمنا على علاقة اعتزاز التونسي المقيم في الخارج واللي مولود في الخارج، وهو ثمرة الجيل الثانية والثالثة، وحتى بدينا عندنا بوادر الجيل الرابع. هل التونسي هذا اللي هو ينتمي للجيل الثالث، كيفاش نجم نطلب منه أنه يستثمر في تونس وهو بدأ يفقد كل الاتصال بتونس؟ صحيح، هذا السؤال. أي. هذا السؤال المطروح لهنا لازم يكون دورنا، لازم يكون عنا دور أساسي في من خلال طبعا إجراءات. هو الدور شنو هو؟ من خلال إجراءات والتشجيعات، كما نتخذ إجراءات لحث الاستثمار لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، فهو ماهوش أجنبي هو تونسي، ولكن لازم نحفزه على المساهمة في التنمية وبالتالي دفع الاستثمار بالطريقة اللي تمكنه أنه هو كذلك يكون رابح، لأنه ما نجمش نقنعه أنه يستثمر في تونس بدون من أمل له كل ظروف النجاح للمشروع، لأنه القضية مش قضية ينجم يكون تونسي ولكن يعزف على الاستثمار في تونس، مش حتى على الاستثمار في تونس، ينجم يكون تونسي ولكن يكون ما عندوش نية التحويل الأموال إلى تونس، وهذا بالطول المدة قد يؤثر على احتياطي العملة الصعبة اللي موجود في البنك المركزي واللي بجزء هام منه هذا 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 مثبت بالأرقام، في جزء هام منه متأتي من تحويلات التونسيين بالخارج. فنحن نعمل على يعني هي حكاية زادة سي حلمي، حكاية ثقة معناتها قبل كل شيء، التونسي المقيم بالخارج باش تقنعه لازم هو في قبل كل شيء يكون عنده الثقة الكافية كونه باش يستثمر في البلاد، وهي مربوطة حتى بوضعية البلاد معناتها الكل مربوط ببعضه. والله نقنعه بعضنا الحقيقة، معنا مش وحدنا نقنعه، حتى هو يقنعنا زادة. اللي راهو هالمجهود هذا الكل راهو بالنسبة ليه يلاحظ فيه، واللي راهو إذا كان هالأنشطة وهال مش حتى الأنشطة، الميزانية المرصودة لرعاية مصالح التونسيين بالخارج ميزانية باهية كفاية معناتها هامة جدا، هذا هامة جدا، هامة جدا يعني مقارنة مع جاليات في دول أخرى. فهذا علاش؟ لأنه فما حرص من الدولة على ومن الكل الحقيقة على إبقائهم ثابتين في هويتهم. هذا هو معناها بصفة عامة، إذا بقى ثابت في هويته مهما بعدت مسافات لازم يجي نهار مهما أبعدته المسافات عن تونس، فتونس يلزمها تبقى في وجدانه، ولكن إذا قرر يوما ما الاستثمار يلزم تكون عنده تشجيعات تخليه يحول وجهة الاستثمار نتاعو حتى لو كانت ماشية لجهة أخرى الى بلده. واحنا مشينا اكثر، نحبوا حتى تونس تكون قبله سياحيه لتونس للشباب التونسي المقيم في الخارج، لانه احيانا يقرر باش يقضي اجازته الصيفيه في بلدان اخرى بكل ما ورغم انها بلاده تونس يعني قادر انا تقدم له كل وسائل الترفيه. فما اتفاقيات ماذا بيا لو كان نعاود نذكروا بها الاتفاقيات اللي تمت خلال هذه السنه، وعندنا بعض الصور تنشوفوهم سي حلمي. الاتفاقيات هي كذلك في باب دفع الاستثمار المباشر. هذه اخر اتفاقيه يوم 14 ديسمبر، يعني أمضينا اتفاقية مع بنك الإسكان، مش لأنها بنك الإسكان، لأنه أمضينا اتفاقية مع مؤسسة مالية عمومية حرصت على تقديم خدمات ومنتوجات بنكية خصوصية موجهة أساسا إلى التونسيين بالخارج، وإحنا رحبنا بها باعتبار أنه في ديوان تونسي بالخارج نحن نقف على صف واحد مع تطلعات الجالية ومطالبهم. استجابت إيجابيا بنك الإسكان، استجاب لنا
والاتفاقية محتواها يمكن التونسيين بالخارج من عدة خدمات خصوصية. الصورة هذه؟ الصورة هذه خرجنا من قطاع المالي البنكي والتشجيع والتحفيز على التحويلات المالية والاستثمار، ومشينا إلى ربط الصلة والهدف الاستراتيجي الثاني اللي هو ربط الصلة مع الجالية. هذا افتتاح في يوم 7 جوان في شهر رمضان، أشرف عليه السيد محمد رابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، افتتاح المركز الاجتماعي والثقافي الجديد بمدينة تولون اللي هي تبعد 60 كيلومتر على مارسيليا، وهذا طلب من الجالية، ولكن عنده خصوصية المركز هذا أنه هذا أول مركز على ملك الديوان التونسيين بالخارج، مش على وجه الكراء، ونحن نأمل أن يكون كذلك من حيث الأنشطة التي ستقام في المركز هذا، نأمل أن يكون مركز نموذجي. هذه لقاءاتنا في الخارج مع الجالية، وهذه أخرها صارت يوم 19 ديسمبر الأخير. أنا ما نعرف فما تركيز على شهر ديسمبر، ولكن عملنا اجتماعات على امتداد السنة. هذا في المركز الاجتماعي والثقافي في أوبيرفيليه، وكان لقاء حضر السيد. هذا اللقاء معناتها مباشر مع الجالية، يطرحوا فيه مشاكلهم كيفاش هذا؟ بالضبط، هذا فيه ممثلين جمعي. وشو ربي سيحلمي أكثر الأشياء وأكثر معناتها المواضيع اللي يقع طرحها في مثل اللقاءات هذه؟ والله حكينا فيه الموضوع هذا يقبل، ومقترحاتهم ومشاغلهم وتطلعاتهم تعيد نفسها. أي معناتها نفس جديد. عندهم إشكالية مع الإدارة بصفة عامة، يعتبروا أن الإدارة بطيئة وأن الإجراءات الإدارية ما زالت معقدة ما تتلائمش، وأوضاعهم هم الناس مقيمين في الخارج، يحب كيف يرجع لتونس في الصيف يحب يقضي شؤونه في أجال مختصرة، وهذا حق. ولكن حتى هذا فما برامج كبيرة راهو، من ذلك نذكر يمكن تطوير الإدارة الإلكترونية، فما استجابة جاية وباش يشوفوها على أرض الواقع. الصورة هذه طبعا كما حكينا زادك في إطار الندوات، كما هذه المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج اللي كان فيه تركيز على الهوية، وأشرف عليه السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، كان يوم 28 جويلية بقصر المؤتمرات. ولهنا قصر المؤتمرات بالنسبة لنا عنده رمزية، كان الحضور مكثف وأعداد هامة من الجالية، لدرجة أنه كان قصر المؤتمرات قادر على احتضانها، وبالتالي ما عندناش الحقيقة ماناش عايشين أزمة ثقة بيننا وبين جاليتنا هك تشوف. نرجع لك باش نواصلوا حديثنا. سي حلمي معنا مكالمة هاتفية، خلينا ناخذوها مع بعضنا. معنا سي المنصف السليمي من ألمانيا. ألو أهلا بكم. ألو عسلامة، مرحبا بك سي المنصف. أهلا بك، مرحبا بك. مرحبا، عامك مبروك إن شاء الله، عام 2018 عام خير وبركة عليكم الكل إن شاء الله في ألمانيا. إن شاء الله على كل التونسيين في الخارج وعلى كل التونسيين في تونس العزيزة. يعيشك. أنا بحذية سي حلمي تليلي. أهلا بسي حلمي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله سنة إدارية جديدة مباركة عليك وعلى كل جاليتنا في ألمانيا. ما زلت في بون؟ أنا دائما في بون سي حلمي. بيه سي المنصف، باش تحكينا شوية، عندكم احتفالات بمناسبة ذكرى الثورة هكا ولا؟ بالفعل هي كل عام كانت تقع في ألمانيا من طرف الجالية هنا وهناك احتفالات. هذه العام لأول مرة نجمع أكثر من 10 جمعيات تونسية تنشط في أوساط الجالية باش تنظم احتفالية هذا العام. الاحتفالية تقع في دوسلدورف عاصمة ولاية فيستفاليا شمال الراين، نورد راين فيستفالن، اللي هي أكبر ولاية تضم الجالية التونسية واللي توجد فيها القنصلية العامة التونسية ببون. الاحتفالية هذا العام عندها طبع خاص، هي أولا احتفالية تركز على الجانب الاجتماعي والثقافي، لأن نحبوها مناسبة عيد وطني لم التوانسة أكثر من اللي هو مناسبة للخطب السياسية. ولذلك شعار الاحتفالية هذا العام اللي هي بتكون نهار 20 جانفي وتبدأ في الساعة الثانية زوالا في قاعة الهوخ شولة اللي بجنب المحطة الرئيسية للقطار في دوسلدورف. الشعار الرئيسي نتاعها هو تكريم المرأة التونسية من خلال إبراز نجاحات نساء تونسيات في ألمانيا، نجاحات اجتماعية وثقافية مهنية وشخصية. ولذلك باش يتم تكريم نخبة من نسائنا التونسيات في ألمانيا، بال
بالاضافه للجانب هذا باش تكون فيه تنشيط، فعاليات تنشيط للاطفال، تنشيط مزدوج على الاطفال كيف الاندماج في وسط المجتمع الالماني، ولكن كيفاش ممكن ايضا يرتبطوا بهويتهم التونسيه، ومش يكون في حتى تنشيط مزدوج الماني تونسي لوليداتنا في المناسبه هذه. طبعا في فقرات اخرى كما معرض للازياء التونسيه التقليديه التونسيه بتجي مدام جويني من تونس، وكذلك فقرات اخرى مش تكون فقرات موسيقيه، يعني حتى القنصليه العامه ما قصرتش انا باش يعني عملوا مأدبة على شرف الضيوف التوانسة والألمان للمناسبة هذه، وطبعا باش تكون بث أفلام وفقرات يعني سمعية بصرية في البرنامج هذا باش نعرفوا يعني بالمحطة التاريخية هذه اللي مهمة برشا بالنسبة للتوانسة، وأيضا في الخارج في العالم يشوفوها مهمة برشا، في ألمانيا بشكل خاص يشوفوا أن الثورة هي محطة تاريخية مهمة، وبعد منها ولات ألمانيا تقدم في دعم كبير لتجربة الانتقال الديمقراطي والتنموي في تونس. اي هذا هو، شكرا لك سي المنصف، يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق للنشاط نتاعكم. نعرفش كان سي حلمي حب يتدخل عنده. لا انا نحب نتوجه بالشكر لسي منصف على الدور اللي يقوم به، ونحب من خلاله نشكر كل جاليتنا في ألمانيا اللي عددها تقريبا 95,000، وألمانيا بالذات تتسم بالعدد الكبير من الكفاءات والإطارات التونسية واللي شرفوا البلاد. إن شاء الله عامكم، إن شاء الله عامكم مبروك، وإن شاء الله بالتوفيق في كل إن شاء الله. باش نقعدوا في نفس الإطار، ومعنا مكالمة أخرى، معنا سي رؤوف المي عضو مجلس النواب مكلف بالوطن العربي معنا على الخط، في نفس الإطار باش نقعدوا نحكيوا على الأنشطة اللي قاعدة تقام بطبيعة خارج حدود أرض الوطن. ألو ألو. مرحبا بك سي رؤوف. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا. وكافة جاليتنا في الخارج وبالخصوص في العالم العربي. مرحبا. إن شاء الله عامك مبروك. أخويا وصديقي سي حلمي الدلي مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك سي رؤوف، وإحنا زادة نتمنوا لك عام مبروك، إن شاء الله عام 2018 عام يرجع بالخير والصحة والتطور لبلادنا أكيد. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. انا حبيت فقط سمعت كنت اتابع المداخله نتاع سي منصف كل نهار سبت اهلا تونس، على خاطر الذي يعني الحصه نعتز بها كلنا كتونسيين بالخارج. يعيشك. وحبيت نستغل وجود خويا حلمي باش ناكد على حاجه اللي ديما كيف نشوفوا على المشاريع ولا على لي زوبيراسيون اللي يتعملوا من لو تي او، نعرف اللي حلمي حريص كيفي انا على ومدى اهتمامه بالجاليه غاديك، انما حتى لتوا في العالم العربي مع الاسف وبالخصوص في دول الخليج يمكن باش نقولوا ما لقيناش الوقت يمكن، اما الاهتمام موجود. حبيت كان حلمي يحكي لنا ويطمني انه في 2018 فيما اتفقنا في لجنه التونسيين بالخارج باش نكون له اهتمام خاص بجاليتنا في قطر في عمان، في راهو كيف نقولوا واحنا جاليه مهمه. المشكله نتاعنا في دول الخليج انه الجاليه مهمه كعدد انما على 4 ولا 5 بلدان، فبطبيعه الحال يكون التواصل صعيب الى اخره. انا نحب ناكد على حاجه، اولا مدى اهتمام ديوان التونسيين بالخارج واحنا كلجنه التونسيين بالخارج بجاليتنا، انما اثناء وهذا طلب ملح يجيني برشا مرات مثلا على الانشطه الثقافيه، أنشطة ثقافية كل الحاجات اللي تتعمل سواء في قطر ولا في الإمارات ولا في عمان ولا في أي دولة من دول الخليج ديما بتكون ديزينيشاتيف يعني بريفي. هنية لو تي او ماذا بينا سنة 2018، ماذا بينا في الميزانية اللي قال هو مهمة واللي احنا صوتنا عليها في مجلس نواب الشعب، ماذا بينا تتخذ قسط من الميزانيه هذه اولا للتواصل، خاطر برشا ناس يحبوا يقابلوا سي حلمي ويحبوا يقابلوا بغض النظر على بعض لي رومارك اللي عملناها على تواجد كتابه الدوله للشؤون التونسيين بالخارج الى اخره في الشؤون الاجتماعيه الى اخره، انما مش مشكل نخدموا مع بعضنا اليد في اليد. اثناء لازم يكون التواصل نحاولوا نوجدوه، على خاطر ما نقولش نكثفوه يعتبر شبه غير موجود، يمكن صوت بالبعد ولا الى اخره، اما بجاه ربي لفته للجاليه التونسيه في دول الخليج، وان شاء الله كما قلت السي حلمي ونعاودها له اون ديريكت
مستعدين نخدموا مع بعضنا اليد في اليد ان شاء الله. سي رؤوف حتى على بالتنسيق مع الديوانه نقول لهم حقوقهم تو يحكي على الاستثمارات. انا ديما ناكد راهو 80 ولا 85% من الجاليه التونسيه اللي غاديكا ما همش ما يعرفوش على طرف خليهم فين كما يقولوا قداش راهم ناس كي اريد اجواندر لي دوبو ديفيسيلمون. ثم ناس كي بارتاج محلات الاقامه نتاعهم فبالله لفته، لكن الناس هذوما باش يحسوا رواحهم اللي هما حتى مع البعد هما في بلادهم خاصه في الفترات الصعيبه اللي نتعداو فيها. وانا ناكد اللي هي غيوم عابره أنا سي رؤوف أنا حبيت نختم فرصة وجودك معنا حتى عن طريقة الهاتف، وحبيت نسلك على آخر المستجدات فيما يخص الأزمة مع الخطوط الجوية الإماراتية. احنا الخطوط الجوية الإماراتية بون بور لانستان يعني مثال أنا ما نعرفش نخبي عليه الشمس بالغربات. أي بيان سور لازم نقولوا الموجود علاش في السماء. الموفيز نوفيل مثلا اللي في طيران الإمارات في البلانينغ نتاعو نتاع 2018 البارح اللي خرج البارح يعني بور تو لي فول تونس ماهيش موجوده. اما كيما تعرفوا هذه في شركه طيران سي دي شوز كي بوف شانجي يعني يتغيروا من يوم الى اخر ومن عشيه الى ضحاها. فخلينا متفائلين. انا اللي نشوف فيه برشا يعني حتى اليوم جاي بارتاجي رسائل اخوه والشعوب كما قلت نشوف حتى شعراء من مجال الثقافه في دوله الامارات الاماراتيين يرجعوا للي قالوا نزار قباني جئتك يا تونس عاشقا. ما تشوف برشا حاجات اليوم اللي يا ربي لك الحمد يظهر لي باش تقعد الامور هذيك نخليهم عندنا السلطات. انا ديما قلت عمرنا ما نتعداو على ثم الامور السياديه هذيك ما نحكيوش فيها. بين الشعوب لازم تقعد الأخوة التاريخية تقعد موجودة. وأنا نأكد لكم اللي الجالية لليوم يعني حتى في وسائل الإعلام في اللي من دبي إلى آخره ما ثم كان نداء للتقارب وللأخوة باش نتجاوزوا إن شاء الله. أنا إن شاء الله إن شاء الله تكون غيوم عابرة عابرة إن شاء الله. أما بجاه ربي ها هي فرصة جاتنا مش حلمي هاو سي حلمي هوني راهو عنده ما يجاوبك قاعد عنده ما يجاوبك يا سي رؤوف اقعد اسمع لانه عنده ما يجاوبك اكيد من قبيله ويسمع فيك واكيد عنده ما يجاوبك. شكرا لك سي رؤوف شكرا لك. دونك هي هو سؤال هذا ديما يتطرح بون كونه اهتمام بالبلدان الاوروبيه بالمانيا وفرنسا يكون اكثر من البلدان العربيه بصفه عامه. هذا ديما حتى احنا في البرنامج ديما يتطرح السؤال هذا. ما نعرفش بروشينمون معناتها نحكيو على 2018 فماش زاد اهتمام بالبلدان العربيه وبجاليتنا لانهم هما ايضا كما كان يحكي توا اكيد ينجموا يضيفوا لتونس في نهايه الامر. هو مش ينجموا يضيفوا لتونس هما قاعدين يضيفوا تقول انت هما 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 بصدد تحقيق الاضافه لتونس. وانا نحب نستغل الفرصه هذه باش نوجه تحيه للسي رؤوف المي اللي هو عضو مجلس النواب منتخب على الخليج، وهذا يمكن يترجم المستوى اللي وصلته جاليتنا واللي وصلوا حتى خذوا 18 بالدستور هذا 18 مقعد في مجلس النواب الشعب. فأنا نحب نثمن الساعة التنسيق التام اللي موجود بين ديوان تونسي بالخارج ولجنة شؤون تونسي بالخارج في البرلمان، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في تناغم تام، وهالتناغم هذا ما ينجم إلا يحقق الإضافة المرجوة. ومن بين النقاط اللي اشتغلنا عليها واللي صحيح كلامه سي رؤوف وأصل هو أصل السلطة هو السلطة التشريعية هو يعني توجيه اهتمام أكثر إلى جاليتنا في الخليج. طبعا فما خصوصية في الخليج والوضع وطبيعة الأنشطة ضروري مش منا ضروري أنها تأخذ بعين الاعتبار قوانين وتقاليد البلدان اللي هي تختلف من بلد إلى آخر. أنا اللي نحب نطمن به سي رؤوف اللي صحيح فما تفاهم كبير من طرف السيد وزير الشؤون الاجتماعية، ثم هو يعرف سي رؤوف أنه السيد عادل جربوعي كاتب دولة للهجرة والتونسيين بالخارج عنده هالتركيز هذايا على الخليج. ينجم يكون التركيز في يعني من بين المطالب هو إحداث خطة ملحق اجتماعي جديد في دول الخليج
باعتبار أنه وقت اللي يبدأ عندنا ممثل قار في هالدول هذه هو من شأنه أنه ينظم نشاط الجمعيات والناشطين التوانسة بصفة عامة. سنسعى إلى تحقيق ذلك وهذا وعد، ولكن من حيث الأنشطة سيراء في عرف اللي ميزانية الديوان التونسي بالخارج تم التقليص فيها، مش باش نفاجئك لمحالة، أما ولكن تم التقليص فيها في مجلس نواب الشعب تقريبا مليار مليون مليون دينار، مش شوية مليون دينار. أنا بالنسبة لي أخذنا ميزانية مصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب، ما عادش نسأل عليه توا، ولكن يلزم بالوسائل المتوفرة الآن وبالإمكانيات المادية المالية المتوفرة الآن يلزم نواصل في أنشطتنا ونواصل في خلق ابتكار حتى أفكار جديدة والبحث عن ممولين جدد لأنشطتنا، نعول كذلك على رجال الأعمال اللي عنا في الخليج أنهم يكونوا معنا اليد في اليد حتى نربط صلة أكثر مع جاليتنا. ومن بين برامج اللي هي تربط الصلة طبعا هي الأنشطة الثقافية والاجتماعية كما تفضل بها سي رؤوف. حبيت نختم معك كلمة يمكن للجالية بمناسبة السنة الجديدة، وشنو ينتظرهم خلال سنة 2018 إن شاء الله؟ هو أنا كما ما ترش منع قبل ما نختمه حكينا على الاتفاقيات اللي بدينا مع التجاري بنك في بداية السنة ثم مع بنك الإسكان، ولكن احنا حتى يوم 18 ديسمبر الأخير وقعنا اتفاقية في مقر سفارة تونس في باريس كانت بحضور السيد عادل الجربوعي كاتب الدولة، وكانت اتفاقية بين ديوان تونسي بالخارج وديوان الهجرة الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج. الديوان هذا كان يعني موجود في تونس منذ 63. الاتفاقية تهدف أساسا إلى مرافقة التونسيين بالخارج اللي هم في وضعية غير واضحة قانونيا، أو طلبة تحصلوا على شهادتهم العلمية. الاتفاقية تمكنهم من آلية جديدة، وبالعكس تمكن الملحقين الاجتماعيين من آلية جديدة لتمكينهم من عودة، ولكن نحب لهنا نأكد على أن العودة لازم تكون طوعية وهذا منصوص عليه في الاتفاقية، لازم تكون طوعية. قرار العودة إلى تونس ما ندخلوش فيه لا ديوان تونسي بالخارج بشبكة الملحقين الاجتماعيين ولا حتى طرف ثاني، كل تونسي قرر العودة لتونس ويبحث على إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد، فهالاتفاقية هذه من شأنها أن توفر آليات هو المرافقة ومساعدة التونسي ومؤازرته في الاندماج من جديد في تونس. هذا برامجنا القارة والعادية نخدم عليها كل يوم في ديوان تونسي بالخارج، ولكن ما فيها بأس وقت اللي تتوفر لنا فرص لتمويل حتى توصل حتى لتمويل المشاريع الصغرى أو تمكينهم من دورات تكوينية لتحسين قدرتهم التشغيلية في البحث عن عمل. فالاتفاقية هذه كذلك هك تشوف معناها حاولنا نجمع ونمر بكل المجالات حتى نسهل مجالات تدخلنا لدى الجالية في تونس أثناء العودة المؤقتة، أثناء العودة النهائية، أو أثناء العودة الطوعية في تونس وفي الخارج. كلمة أخيرة، هو طبعا نتمنى من جديد سنة إدارية موفقة لجاليتنا، وإن شاء الله العام 2018 يكون عام جديد يجيب الخير لبلادنا. نحب كذلك نترحم على أرواح شهداء ثورة تونسية، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ونحب نأكد من جديد على 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 دورنا، على دورنا المتواصل وعلى انفتاحنا على كل اقتراحات ولا كل تطلعات الجالية، ونأكد أن ديوان تونسي بالخارج هي مؤسسة جمهورية بعثت لخدمة الجالية، ولا مجال وغير مسموح لديوان تونسي بالخارج أنه يحيد على هذا الدور الأساسي. واليوم اللي لاحظوا فيه الجالية أنه ديوان تونسي بالخارج بدأ يحيد على هالدور هذايا وإلا بدأ يفقد من حياديته، فنحن كذلك موجودين باش نسمعوهم وباش نعدل الأوتار.
شكرا لك سي حلمي، يعطيك الصحة اللي كنت بحضينا، يعطيك الصحة على كل المعلومات هذه اللي قدمتينا. مرة أخرى نقول لك إن شاء الله عام مبروك، وإن شاء الله سنة جديدة ملئها نجاح إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم والبرنامج أهلا تونس، وإن شاء الله نطور التعاون الثنائي والشراكة معنا سنة 2018، وكل إن شاء الله سنة إدارية مباركة على كل زملائكم في التلفزة الوطنية إن شاء الله يا ربي. مرة أخرى حبيت نذكر برقم الهاتف 71-143-300 إذا كنت حابوا تشاركوا معنا خلال على امتداد بثنا المباشر. مواصلين توا مع فقرة أخرى مثورة، باش نحكيوا توا على الخطوط التونسية من خلال الفقرة هذه. النقلة الوطنية تاريخ كبير، 48-2018 يكون عنا 70 سنة. 70 سنة هذه النقلة الوطنية ساهمت في الاقتصاد الوطني بصفة مباشرة وغير مباشرة، وما زالت تباشر، معناتها الخدمات نتاعها لفئات الاقتصاد التونسي، السياحة التونسية، دعم مباشر وغير مباشر، وحتى معناتها دعم المواطنين المقيمين بالخارج طيلة السنوات هذه، خاصة من الاستقلال إلى حد الآن. لكن ككل ناقلة معناتها مرفق عمومي، وخاصة بعد الثورة الحقيقة معناتها واجهت البعض من الصعوبات. الصعوبات هذه إن شاء الله نجم ندركوها، يلزمنا نكونوا إيجابيين، ويلزمنا نكونوا معناتها نسبوا الأمور. البلاد الكل معناتها تواجه أزمة وصعوبات معناتها على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي، لكن الأحسن هو كيف نتدارك هذه الصعوبات. اليوم مستعدين، وإن شاء الله بفتح الأجواء نكونوا معناتها إيجابيين، ونحققوا معناتها طموحاتنا بفضل مخطط إعادة الهيكلة نتاع الخطوط التونسية، اللي إن شاء الله يمكننا من تدارك معناتها العجز نتاعنا، تحقيق توازن، ثم لما لا تحقيق معناتها نتائج إيجابية في القريب العاجل. ما يكون هذا إلا بفضل معناتها دعم مباشر من الدولة، من الحكومة، من جميع الشركاء الاقتصاديين في البلاد، لأنه كما تعرفوا التونسير معناتها النقلة الوطنية داعمة للاقتصاد الوطني. اليوم كي ننفتحوا على أفريقيا وندعموا السياحة الطبية، خاصة وتعرفوا أن تونس ولات وجهة طبية لكثير من البلدان الأفريقية والعربية بفضل ما نمتازوا به من إطارات كفء طبية، لازم الاقتصاد نتاعنا والاطراف نتاعنا ورؤساء رؤوس الاموال يدعموا النقله الوطنيه اللي هي تدعم فيهم مباشره وغير مباشره. نقصت شويه تشكيات نتاع الحرفاء ولا زادت؟ في قاعدين الحق نتحسنوا معناتها بال على معناتها على الطريقه المتابعه اليوميه، نجم نقول لك معناتها تحسنت الامور، ان شاء الله ماشيين في الاتجاه الصحيح باش نكونوا في مستوى المنافسه كما تعرفوا الناس الكل توا فتح المجال الجوي هو الاوبن سكاي ان شاء الله بينتو، قاعدين معناتها في استعداد عمل معناتها يوم. شنو التحضيرات في الاطار هذايا الاوبن سكاي فتح المجال الجوي، يعني باش تكون استعداداتكم وتحضيراتكم لتقديم مزيد من الجوده وخاصه للحرفاء والمراقب؟ الحرفاء معناتها احنا قاعدين نكثفوا في التواجد نتاعنا على الميدان كما نقولوا سور تيران، باش نكونوا قراب الماكسيموم للباساجي الحرفاء نتاعنا وملمين بهم، ونحرصوا على باش نكون الخدمه في المستوى اللي قادرين باش ينافسوا معناها الشركات الاجنبيه ان شاء الله. مناسبة رأس العام الأكيد فما اقبال برشا على الخطوط التونسيه من حيث المغادره والعوده. اي ثم اقبال عندنا ياسر يمشيوا معناتها في كل بلاد، وما قبل كبير معناتها سبع عندنا شيف دافير طالع فريمون فتح بعض الخطوط في افريقيا وغيره، هذاك عاوننا ياسر، ولا عندنا قبل اكثر، وان شاء الله من معناتها تتحسن الخطوط التونسيه، تحسن ثم خدمات باهيه، ثم خدمات وتتحسن ولاباس. النجاحات الامنيه في مطار تونس كرتاج هي معناها لا تعد، يوميا ما تعرف اللي في مطار تونس كرتاج ما يقارب ثم 10,000 او 12,000 معناها وافد على تونس ولا مغادر تونس، يعني يوميا عندنا كثافه والعدد من المسافرين، والنجاحات هي كثيره جدا، سواء كانت على اذا كانت معناها كما نقول نحن على مستوى التفتيش الامني او السرقات او الاجراءات الحدوديه، يعني ما يهم تدليس الجوازات او الوثائق المزوره وكذا، معناها فهمتني، عندنا خدمات ديما نقوموا بها لهنا، وثم نجاحات كثيره في مطار تونس كرتاج، وخاصه في الفتره الوزيده الاخرانيه تمكنا من القبض على عصابه فهمتني اللي استعملت أختام سفر مزورة
معناها العصابه هذه مقارب عندنا اكثر من 6 سنوات ونحن نفتشوا عليها، واللي هي عصابه دوليه ماهيش معناها في مطار تونس كرتاج. الحمد لله طب نصب كاملين لها وتمكنا من القبض عليهم، وهذا يتسمى من النجاح البارز فهمتني اللي حققته فرقه الاجراءات. كيف نفس الشيء على مستوى التفتيش الامني، يعني ثم تجهيزات جديده معناها للتجهيزات الامني، وما شاء الله الاولاد نتاعنا معناها قاعدين يتطوروا شيئا فشيئا. على ضوء هذا معناها مطار تونس كرتاج تحصل على المرتبه الثامنه ظهر لي من الناحيه الامنيه، ومطار تونس كرتاج معهود ومعروف حسب حتى الاوديت اللي كانت معناها تزور فينا، سواء كانت الاوديت البريطانيه او الفرنسيه او الاماراتيه او غيرها، كانوا معناها يعرفوا اللي ثم نجاح متميز في مطار تونس كرتاج. عندي 10 سنين في الامارات، نخدم صحفيه في راديو امريكي في الامارات. جيت لتونس زياره في الشتاء هنا غير بالطبيعه، للاسف صارت المشكله اللي مع يعني اللي صارت، وتوقعت ان لوجو باش تسكرة اخرى باش نرجعوا للامارات. مناسبة راس العام جيت باش تعدي في تونس ولا باش تعدي للخارج؟ اي جينا باش نعدي راس العام في تونس، تعرف ديما مع الفامي كل حاجه سبيسيال، وفي البلاد كل حاجه ديما تبقى عندها طعمه اخرى. عسلامه. عسلامه. مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش كانت الرحله نتاعك للوصول لتونس؟ باهيه باهيه. جيت باش تعدي راس العام هنا في تونس؟ اي شكون تحب تحيي بمناسبة رأس العام وشكون تهدي له التحية بمناسبة رأس العام؟ حي نور. حي نور وماما وبابا. مرحبا بك. ساعة في تونس؟ عايشك. منين جيت انت؟ من فرنسا من ليون. شنو كانت الرحلة نتاعك؟ كيفاه؟ رحلتكم كيفاش كانت؟ طيبة؟ باهي سافا الحمد لله. رجعت لتونس باش تعدي رأس العام هنا؟ إن شاء الله. العائلة كلها هنا؟ هنا وفي فرنسا. علاش اخترت تعدي رأس العام في تونس؟ والله جو أمور معناها. شو معناتها جو امور؟ معناها ولا نبدل شويه جو معناها، ولا معناها اون با شانجي ان بو لامبيونس هيستوار دتر ايسي هيستوار دتر لابا دونك فوالا هيستوار دو شانجي ان بو كو. مرحبا من جديد بكل مشاهدينا، وسعيده جدا استقبال اليوم فنان كبير، فنان يعز علينا ويعز على التوانسه الكل، الفنان رؤوف بن عمر. مرحبا بك سي رؤوف. مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين ان كانوا في تونس او خارج تونس، ونتمنى لهم الكل عام سعيد ان شاء الله. ان شاء الله 2018 عام مبروك عليك، واحنا باش نبداو نحكيو ساعه شويه قبل كل شيء، قبل ما نتعداو ل 2018 نبداو ب 2017 اللي هو كان عام حافل تبارك الله بالنسبه ليك، وتحصلت فيه على جائزه هامه برشا، جائزه احسن ممثل في المسابقه الدوليه في الدوره 39 لمهرجان القاهره الدولي. نقول لك مبروك مره اخرى، اكيد وسائل الاعلام الكل حكيت على على الجائزه هذه، وحسيت هكا الناس الكل فرحانه لسي رؤوف، لانه فما احساس متوانسه واعتراف متوانسه كونه سي رؤوف بن عمر يستحق الجائزه هذه ويستحق اكثر من الجائزه هذه. يعيشك. هو مبروك على تونس على خاطر اول مره تونس تجيب جائزه من مصر. اول مره. اي ملي بدات السينما التونسيه. الحاجه الاخرى اختاروا تونس الليل، دونك الفيلم هذا اختاروه الفيلم الوحيد العربي في المسابقة الدولية، وهذا اعتراف لتونس. واللفات اللي اختاروه هو في المسابقة الدولية هو ديجا تتويج على خاطر ما صارتش قبل. واللجنة التحكيم كانت أكثرها أجانب، فيها واحد من الصين وواحد من الهند ومن فرنسا ومن أمريكا الجنوبية. ولهذا هو معناها خذيناه باستحقاق. هذا هو. وحاجة باهية اللي معناتها كاينو هكا تعرقيله كانت موجوده تنحات بهذا، دونك الباب مفتوح. كيف شنو اللي مثلتك الجائزه هذه؟ شنو اللي والله هذا التتويج الدولي معناتها؟ والله فرحت الاخر كما قلت لك للسينما التونسيه اكثر من لي انا، خاطر هو جاني كتتويج مسير، انا عندي توا 45 سنه في الميدان، لكن كأن فتحنا باب جديد معناها. الافلام التونسيه ولات متواجده بكثره في المهرجانات العربيه بخلاف المهرجانات الاوروبيه. ومهرجان القاهره راهو مهرجان هام جدا، هو مصنفينه يعني كيما كان كيما برلين كيما فينيس كيما المهرجانات الكبرى في العالم. ما يخفاش علينا زادة اللي هي أكبر سوق في العالم العربي، والسينما عنده قرن من الإبداع، والصناعة صناعة بأتم معنى الكلمة. فتوزيع الفيلم زادة في القاهرة حاجة عمرها ما صارت،
واكيد باش تليه توزيع افلام اخرى لان السينما فرضت روحها توسع. يعني الجائزه هذه باش تفتح باب اخر لتونس اكيد معنات. اكيد هو هو السنه فما ثلاث افلام خاطر فما المسابقه العربيه زاد اللي شاركت فيها الجائده وغيرها وكما قلت لك السينما نتاعنا ولا متواجد في كثره الانتاج ما الكم طلع الكيف والكيف هذا قاعد يقنع في برشا اسواق وفي برشا مهرجانات دوليه اللي هي ولات تستدعى معناها الفيلم التونسي وتبرمج. اي واحنا نحكيو توا قلت لي انا في تونس تحصلت على جائزه في المسرح هكا في المسرح المسرحيه الاولى نتاعي المسرحيه الاولى نتاعك في الاحتراف اي في الاحتراف جحا والشرق الحائر واول دور رئيسي خذيته في السينما هو هذا دونك اول انا كنت نتصور اكثر بياسر ما نعرفش عليه هكا نحس كونه سي راهو بن عمر عنده في داره برشا هكا جوائز لا شهادات التقدير وكذا كذا لكن خذيت زاد الجائزه الوطنيه في من 10 سنين 15 سنه ولا اكثر لا فشهادة ذنك ما يعطيهم في كل مناسبة وحتى بعض الولايات كرموني هذه حاجة زادة جميلة ياسر بالنسبة للجالية متاعنا زادة نحب نشكرهم خاطر الحصة هذه ذولي ما توجهش عليهم أكثر على خاطر كل مرة وين ما يشوفونا في أي بلاد إن كان مشينا بعمل ولا حتى معناها كسايح إلا ولا التوانسة يقفوا لك ويشكروه معناها على ويعرفوا معناها يتبعوا التلفزه اكثر منا يمكن صحيح ووطنيين الى حد معناها نعرف انا عرفت الهجره وقت في الدراسه بتاعي كي غبت 7 سنين معناها تستنى بدقيقه درج وقتاش ترجع لبلادك مهما كانت الظروف ولهذا ان شاء الله ان شاء الله يقع مجهود من وزاره الثقافه او الوزارات الاخرى باش على الاقل تمشي لهم الاعمال الكبيره خاطر ماهيش قاعده تمشي لا المسرحيات الكبار لا الافلام الكبار الجالي معناتها على الاقل دي في دي معناها يعملوا لازم مجهود اكثر يدوري في دي اي جمعيه ناشطه في الميدان الثقافي تولي توفر لها الدي في ديات نتاع المسرحيات الهامه خاطر فما برشا مسرحيات هامين والافلام طبعا المعروفه واللي معناتها ما تمشيش بخلاف العواصم يمكن في اوروبا ما تمشيش للبلدان اللي متواجدين فيها التوانسه بكثره. تو كي نرجع شويه ل 2017 انا قلت سنه حافله كنت قيمها سي رؤوف بالنسبه ليك لمسيرتك وبخلاف الجائزه هذه اهم المحطات اللي عشتها في سنه 2017. والله هو اهم يمكن سنه في مسيرتي هذه كلها هي 2016 خاطر 2016 خاطر اربع افلام طويله. أربع أفلام طويلة في حياتي ما جاتنيش عام فيه أربع أفلام اللي هما تونس الليل وهما حب الرجال نتاع مهدي بن عطية الجايدة نتاع سلمى بكار وأغسطينوس ابن دموعها إخراج سمير سيف اللي كان عندي فيها دور ولهذا سنة حافلة كانت بالسينما ولكن بالنسبة لي أنا بالطبع أهم فيلم هو تونس الليل وكنت نتصور اللي هو باش ياخذ صدى وبدا ياخذ في صدى والحمد لله. هو قاعد مازال قاعد يتعرض توا في فين يتعرض بالضبط؟ توا يتعرض في المونديال كل يوم في سيني فوغ في الكرم في الكوليزي اعتقد كل خميس وحد اما ما تنساش اللي هو خرج 5 جمعات قبل ايام قرطاج السينمائيه يعني خذا حظه في القاعات في سوسه في صفاقس في وبقدرة ربي باش يكون متواجد في الجمهورية. باش نواصلوا كلامنا معنا مكالمة هاتفية خلينا نشوفوا معنا من الكويت هاجر السرايري الو 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 مرحبا هاجر عسلامة مرحبا بك عسلامة شنو خويك؟ يعيشك مرحبا بك الحمد لله يعيشك كل عام وانتم خايم بخير مرحبا بك يا هاجر تفضل على شكون تحب تسلم شنو مداخلتك على شنو بالضبط تفضل والله انا كما قلت جبت خفت فكانسيون باش نعايد على العائله كل وعلى احباب وحبيت نكون معاهم في تونس على اساس بينا انا بريفي باش نعملوا لي فاكونس في تونس ونعطيو ريسان في تونس اي مي في الاول احنا انا بريفي باش نمشيو لدبي وبعد دبي نمشيو لتونس يا اخي فاتنا البروبليم تري ريكوني اللي صار الناس الكل انه منعونا من نسافروا من نركي مالكري اللي احنا اتصلنا بالسفاره واتصلنا بهم هما وقالوا لنا انه فما اترفع اللبس وما عادش فما حتى مشكله فو بوفي فواياجي ويا بلو دو بروبليم وكو تي ريغلي اون ريغل اكسيتيرا
راس السنة كما يقولوها دافعين حق الفيزا ودافعين حق البيي دافيون حقين دافعين ريزرفاسيون دوتيل وبطلت الحكاية. تلقى روحك معناتها افيك لي زونفون يقول لك نحب نمشي نشوف ماني نحب نشوف فيها تقول ما نجمش ما عنديش فلوس راهم فلوسي مشيت يعني كلها مع جهة الإماراتية يعني. يعني الله غالب ان شاء الله تتقد الاوضاع ان شاء الله. مش حتى تتقد ان شاء الله تتقد وما تتقدش هما حتى معناتها لقيت لهم شوي نقص يقولوا احنا ما نعملوش شيء ما بلاش هما ما يهمهمش يعني خساير فلوس وخساير انهم حتى ماديا ومعنويا يعني تصور انت ولدي معناتها مسؤول عمره يحب يروح يعني بيان سور ما تنجمش تفسر اكيد صغير امك توصي منعها بالسفر في نفس الوقت يعني واحد حاجات ما تبو هنا وما بكل فخر يعني نعتز واحد اللي هو تونسي واللي مراكشيه وكذا. هاجر نقول لكم ميرسي بوكو يعيشك شال عامك مبروك. قولي هاجر شنو تعمل انت في ربة بيت في الكويت ولا اي انا ربة بيت في الكويت وعايشة مع راجلي في بنك برقان في الكويت. وانا ليا بالصغيرات. هذا هو ربي فضل لك الاولاد ان شاء الله عام 2018 مبروك عليك وعلى اولادك ان شاء الله بالصحه مبروك علينا كل وان شاء الله يعني ان شاء الله يا ربي هذا هذا هو شكرا لك يعطيك الصحه يا هجر على المكالمه هذه شكرا لك سي روف شنو رايك في الكلام اللي كنت تسمع فيه وفي يعني الازمه اللي صارت مؤخرا مع الخطوط الجويه المرضيه مع الاسف هي فريده من نوعها في العالم على خاطر اعتقد ان كل شركات الطيران في العالم جاتهم ازمات كما هذه نتفكروا احنا ليرت لابوم وساعات كذا بون فما ريكونيسونس دو باجاج فما تفتيش معناها محكم ما نصلوش حتى لين تولي الامور بس معناها بالتصرف هذا اللي هو مش معقول مش معقول وما صارش باهي حبيت نختم معاك ب 2018 لانه بالنسبه ليك فما اعمال قادمه ان شاء الله قاعد تحضر لها وبالاخص توا احنا شويه في شبه بدينا نقلبوا رمضان وفما والمده هذه والاشهر القادمه هي تحضير شهر رمضان يعني انا قاعد نحضر في اللحيه في اللوك لشهر رمضان لا من جد فما مسلسل نتاع سامي الفهري اللي هو باش يحكي على البيات في القرن التاسع عشر وهذه حاجه باهيه خاطر البيات كان واحد جاء ومسحهم من التاريخ مده 50 سنه وما نعرفوش عليهم برشا حاجات ولا حتى كان نعرفوا فما مغالطات طبعا فما الباهي وفما الخايب وفما معناتها كي تقول الصدقيه تبنات في عهد البيات ديجا معناتها رينكسا وانت شنو الدور اللي باش يكون فيه؟ انا باش يكون دوري احمد بن ابي ضياف اللي هو صاحب تقريبا ثلاثه بيات وكتب بتاريخ البيات وكان عنده معناتها رتبة وزير وما يفرقش البي مهما كان فذاك اللي خلاه يكتب تبارك الله كتاب هام جدا اللي هو يحكي هذا التاريخ نتاع البي بعد هو فما شريط طويل المجدي الاخضر هو بصدد توا الاعداد قاعدين يحضروا له وفما زاد شريط طويل بعده لكن مازال السيناريو ما حضرش دونك ما نحبش نقول عليه حتى شيء حتى يحضر السيناريو ونقراوه دونك قلت ربي 2018 معناتها ديجا البروغرام ان شاء الله ربي يوفقك سي راوف دائما نشوفوك متالق ومنورنا في تونس وخارج تونس ربي فضلك ان شاء الله عام مبروك عليك يعيشك وعليكم شكرا كل وعلى التلفزه الوطنيه مع الاسف سمعت اللي ما فماش مسلسل وهذا هذه صدمه بالنسبه للقناه الاولى معناها يمكن هي الحكايه الكل حكايه امكانيات لا امكانيات معناها فما اولويات ولكن نرجعوا لهذه في حصه في كاملة في موضوع نجيبك مره اخرى ونعكس على مشكلته التلفزه الوطنيه بارك الله فيك يعيشك شكرا لك اللي جيت بحضينا وان شاء الله عامكم مبروك مره اخرى مواصلين توا وكما قلت في البدايه مجموعه من الروبورتاجات قام بها زميلنا وديع برحومه في ليبيا باش نشوفوا المشاركه التونسيه في معرض طرابلس من خلال الفقره هذه We'll be right back.
مدينة غدامس تشارك في المعرض ليبيا الثاني المقتنيات والصناعات التقليدية للمرة الثانية على التوالي. وعدنا مجموعة مشاركات من جمعيات مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات التي تعنى بالتراث وبالصناعات الجلدية والسعفية وكل محتويات التراث. يعني في رحلات منظمة على الأقل من الليبيين يعرفوا غدامس ولا لا؟ والله بالنسبة للليبيين نص نص، ولكن الأجانب أكثرية. مثلا زي كانت مدينة سياحية بامتياز. ايوه بالذات من إيطاليا وفرنسا، هذو رأسا معنا يشوفوا الطيارات اللي عند غدامس. المفروض الليبيين يعرفوا بلادهم. مفروض أهم حاجة واحد يعرف بلاده ويعرف جميع مناطق منطقته، يعني مش غير هيك وخلاص. لكن فيه رحلات داخلية شوي قليلة، يعني مش كثيرة، يعني مش كثيرة، مش هلبة، شوية. مادة الحلفة تقوم في الصناعات، كل الصناعات اللي تشبع فيها هذه الصناعات اليدوية، يعني البيت وخاصة البيت الفلاحي الليبي. 80% من المعدات اللي تستخدم داخل البيت الفلاحي الليبي هو من إنتاج الحلفة. فحاولنا احنا في هذا المعرض باش نوصل المعلومة للمشاهد الكريم ان نبات الحلفة راهي قائمة عليه عديد الصناعات، وخاصة في أوروبا دخل الحلفة في عديد من الصناعات، منها النقود. الآن النقود الموجودة، الورق، زمان كانوا يبيعوا لما تمشي للجزار يعطيه قطعة من اللحمة يلف عليه كغط، الكغط هذا منتج من منتجات الحلفة. فحاولنا احنا نصلتوا كفريق عمل يعني موهوبين مهتمين بالأمور هذينا وبالأمور التراثية، ان نوصلوا للمشاهدين سواء كان في ليبيا او في شمال افريقيا ان راهو نبات الحلفة من النباتات الطبيعية المهمة. استاذ عبد الوهاب احمد مصباح، اهلا بك. اهلا بك. طيب، مشاركين في معرض الصناعات التقليدية في طرابلس، المنظمة الليبية للطب النبوي، ما هي طبيعة المنتوج المعروض اللي في وصفات نجم نقولوا نبوية؟ اي طبعا، بالنسبة اهم شيء اللي عرضناه هنا بالزيت الزيتون، العلاج بالزيتون. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا الزيت وادهنوا به، وهذا من ضمن العلاجات اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدة العلاجات، العلاج بالعسل، العلاج طبعا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث، كية من النار او مشرط بالحجامة او لعقة من عسل. هذه طبعا واحدة من الخلطات نتاع العلاج بالطب النبوي. شغلي يعتبر هو الميزة نتاعها هي الزهرة. الزهرة هذه تبخها بالمية تتفتح، ولما تجف تسكر. أنا استغلت الزهرة هذه واستعملتها في الصخور الطبيعية حسب الطبيعة اللي هي موجودة فيها. فطورت الشغل نتاعي وحولته ل تحف هدايا، والحمد لله يعني شاركنا في عدة معارض خارجية وداخلية. والزهرة هذه يعني قادرة تعيش سنوات؟ تعيش سنوات. في اللي يجيني يقول لي أنا توالية 12 سنة عندي زهرة هذه تفتح وتتسكر، تقعد سنوات بالطريقة زي هذه، مجرد أنك أنت تعطيها مية تتفتح ولما تجف تسكر. ويقولوا كونها هي زهرة الحظ أو البخت. شوف، هي فيها حاجات إيجابية للإنسان، يعني طاقات إيجابية. إيجابية الإنسان لما هو مجرد أن يشبح الزهرة هذه، في حاجات سلبية من الجسم، طاقات تتنحى مع تفتيح الزهرة. هي تكتيكيا الإنسان يركز عليها، يحس أنه هو مندمج مع الزهرة أو يستنى في الزهرة كيف تتفتح، فالطاقات اللي في جسمه تنتقل للزهرة. صباح الخير. صباح الخير. لو ناخذ فكرة على طبيعة الزي التقليدي اللي شو اللي يميزه مثلا؟ هذه خدمة يقولوا لها جبة طرابلسية، خدمة يد قماش درجة أولى، ولبستنا احنا فيها فرملة وفيها السروال نتاعها. زي الشتوي، زي الشتوي هذا؟ زي نعم شتوي، بس في الشتاء مش في الصيف. شتوي. البسيسة الليبية حاضرة في المعرض الصناعات التقليدية، لو ناخذ فكرة على الأنواع اللي عندنا. تمام، هذه بسيسة التراث الليبي داخلة في معرض التراث داخل معرض طرابلس الدولي، يعني عندي أكثر من تشكيلة. طبعا البسيسة خلطة بالعسل الطبيعي وزيت الزيتون. عندها مميزات خاصة بسيستكم؟ تمام، عندنا احنا البسيسة مدانة مميزات خاصة طبعا، والخلطات مدانة تتخلط بالعسل وزيت الزيتون ولا فيها حلبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تقدم لنا المأكولات التقليدية هذه.
هذه طبعا الجفرة مدينة هون داخلة بالمسابقة في المقطع اللي هو البرمة، مكون من دقيق ومية وملح ومذرب بالماكينة، وزمان كانوا قديما بالموس يضربوا فيه على الطاولة، وهذا عصبان الشمس اللي هو ليا والشوي ليا وشوي عصبان شايح، هذا شايح وهذه لحمة القديد، القديد العادية، وياخذ في التطيب خاصة مع الأمطار الموجودة اليوم. هذه هذا جو الشتاء دافي، وهذا الفتات اللي هو الأكلة الشعبية اللي في عراسنا تقدم للعروس للعريس، اللي هو فتات بالقرعة والبامي، الفتات بالقرعة واللوبيا والبصل مهبز فيه كله مطحون. جائزة ليبيا الدولية الثانية للصناعة التقليدية 2017 هي على هامش معرض ليبيا الدولي للصناعة التقليدية. في نفس الوقت احنا المسابقة هذه الهدف او جائزة الهدف منها تحفيز الحرفيين المنافسة والمحافظة على المنتوج الوطني، لان بنحاول احنا نشجع الحرفيين لإنشاء شركات وتطوير منتوجهم وتصديره لدول العالم. فعندنا أكثر من 18 حرفة فيها الجائزة، والحمد لله الآن نقوم بعملية تقييم الجائزة في جميع الصناعات، وعندنا مشاركين من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، وزي ما تشوف شغالين في موضوع التقييم. تحية إذن كل أشقائنا في ليبيا، ونقول لهم إن شاء الله عامهم مبروك، وإن شاء الله عام 2018 يكون عام خير عليهم الكل. مواصلين ومن ليبيا باش نمشيو لسوريا الآن، وبحضنا فنان من سوريا، فنان نجم نقول هو سوري لكن أيضا هو تونسي لأنه عنده مدة الآن مقيم بحضنا. حبيت نرحب بالفنان علي حسين. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا فيك وكل عام وأنت بخير. يعيشك. شكرا على الاستضافة، وشكرا لأسرة البرنامج اللي استضافوني، وتحية لتونس كلها، اللي في تونس عم يشوفونا واللي برا كمان. مرحبا بك. انا قلت عندك قديش في تونس توا؟ سنوات. سنوات. تسع سنوات كنجم نقول. اكثر اكثر. هم جيت اول مره، جيت من حوالي 20 سنه. اما كنت اروح واجي ما بين يعني سوريا وتونس. ايه. بعد صارت اقامه مستمره ان شاء الله. كنت اعرف عليك اكثر يمكن للجمهور التونسي اللي ما يعرفكش مليح، ولا ربما اللي تو يسمع اغانيك يعرف الاغاني لكن ما يعرف، حتى تقرب له الاسم اكثر يعني. الله يخليك. مثل ما قلتي، علي حسين مطرب سوري ومقيم بتونس، وبديت بدايه تقليديه بالمدرسه. الهوايه يعني في المدرسه، وبعد في الجامعه توسعت المشاركات اكثر في المسرح الجامعي يكون اوسع، وبعد مشيت لبرامج الهواة في الاذاعه والتلفزيون في سوريا، ومن بعد حسيت حالي صرت مطرب. ده المشوار الشخصي، لكن انت بقيت ديما متعلق بالاغنيه الشعبيه السوريه، حتى وكان عندك انتاجك لكن دائما كنت حريص على الاغنيه الشعبيه. اي لانه هذاك الاصل. 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 لا نلقى روحي اكثر. اي يعني نعبر اكثر. قبل ما نسمعوك في حاجه، عندنا مكالمه هاتفيه من مدام جميله كاسوس من باريس معنا على خط الهاتف. الو. الو. عسلامة. الو عسلامة. مرحبا بك مدام جميله، عامك مبروك ان شاء الله. يعيشك. كل عام انتم حيين بخير، وتونسنا الخضراء بخير، والشعب الاسلامي كله بخير. يعيشك لله. شكرا جزيلا انتم تبدينا تتشكروا فينا حتى في الخارج، والله رجعتينا قراب منكم برشا برشا برشا. يعيشك. يعطيكم الصحة. قولي مدام، على شكون تسلم من العائلة في تونس وتهني بالعام الجديد؟ شكون في تونس؟ نسلم على بلادنا، على رئيسنا، على دولتنا الحلوة، على خاطر ربنا كمان رجعنا لتونسنا اللي هي كانت قبل وتوا. أول حاجة نتمنى الشفاء الكبير للوالدة، ونتمنى الشفاء لكل مرضى في العالم نجمع، وإن شاء الله العام الجديد يدخل علينا بالخير وبالهنا وبالصفاء إن شاء الله يا ربي للأمة الإسلامية.
ان شاء الله يا ربي. شكرا برشا برشا، يعطيكم الصحه يعيشك. قولي جميله، شنو تعمل انت في باريس؟ تخدم هي بالاولاد، شنو تعمل بالضبط؟ انا عندي سنين في باريس، انا عندي 36 سنه في باريس. تبارك الله. نتكلم نخدم في السياحه. اي نخدم في السياحه، دونك عندي اكثر من 30 سنه خدمة في السياحه. اي وهكا هو ذاك علاش انا ديما مربوطه. وسافا الجو باهي، العيشه سافا، تاقلمت مليح هذولي بعد 30 سنه كمان. والله متاقلمين بالكدا على خاطر كمان مده طويله، اما راهو عاداتنا وتقاليدنا تونسيه راهو. يعني احنا في باريس كنا عايشين في تونس، يعني عاداتنا ولباسنا وكل شيء، فهمتني؟ نفرحوا بعيادنا كاين عايشين في تونس. روحوا في الصيف ولا ما غير الصيف كل ساعة، معناتها كي كانوا الوليدات صغار يعني يحبوا تونس بالكدا، فهمتني؟ مندمجين. إذا هو ومن تو عايشين زاد أون بيان انتيغري ومندمجين على عاداتنا في تونس. هذا هو. ربي يفضلك الأولاد يا جميلة، شكرا لك، يعطيك الصحة وإن شاء الله عام مبروك عليك وعلى العائلة الكل، شكرا لك. ميرسي. باهي نرجع معك استاذ علي، ماذا بيا تسمعنا حاجه توا، خلينا نسمعوا حاجه. تحبي اول شيء نعمل اللي يسموه الهواره ولا؟ اي يلا مثلا. صوبين القصرين تو زرقا بسبو قرنين، سيدي بوزيد وتالا منزل بوزا الفوق قربة هواري وتزرقا وطليب يوبا مخيار، قصر هلال وصلقطة نابل والكافو مدنين، قبل الاسفاق استعطاوي طبربة ودقة والمكنين، على قفصة مشيت زيارة أريانا، من باجا على سليانا ومن المرسى الفوشانا، من مارث لجبنيانا خلق الوادي ونكرم جاز الباب وبو سالم، نطبر قلع عين دراهم من ماطر حتى للجم، من عروس وجندوبة والمهدي يوم النوبة، لين ستير وأكودة بالحمامات أخبارا زغوان، قالوا برادس تتمشى تتغدى في القيروان، في بنزر بتتعشى بغرقنا ولا سجنان، من تاجر وين النفطة في قربص ولا سليمان، من المكناسي على نفزة حتى على جربة هيمان، دوزو ما كنت لقيتا على جرجيس وبن قردان، عم غني على الهوارة لقيت الحلو. برافو برافو، يعطيك الصحة. هذايا ذولي نقصتها الرقصة نتاعكم باش تكون كاملة. والله كان أنا جيت أقول كان ما جي كان جو استوديو أكبر شوية، رانا سايبناك. يعطيك الصحة. شكرا لك. هذه جولة في تونس الكل. هي النوة هي كلمات هي تحية لتونس كلها طبعا، وفي مدن أنا ما قدرت أقولها لأنه إذا بدي أحكي عن المدن كلها بدي الأغنية ساعة، يعني احاولت انا قدر المستطاع الكلام
لكاتب سوري اسمه أحمد عريضة. طبعا 50% هو و 50% أنا، هو عمل لي الولايات بس وأنا زدت عليها المناطق. وتوا الأماكن هذه كل زرتها في تونس ولا؟ تقريبا 60-70% زرتهم. واللحن طبعا الهوارة فولكلور قديم معروف، توزيع للأستاذ الفنان أمين قلسي. أنا والله مذهبين نسمعك شوية في المباشر هكا على اللايف. تكرم عينك. تكرم عينك. في حاجة؟ يلا جاهز. سامع حالي؟ سامع. أيوة. واضح يعني يسمعوك. يابا كيف العمل والحبايب طال وعداهم، وعلي طارش خبر ما جاب وعداهم، كن الهوى ما سرى يا قلب وعداهم، كن الهوى ما سرى يا قلب وعداهم، وعداهم حتى أوقعوا بيك بشراك الغرام وصلوا، وعلى جمر التجافي طوحوك وصلوا، يابا ندرن علي لو بعد القطيع وصلوا، لارقص وغني وكيد عداي وعداهم يا 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 يابا يابا ندرن علي ندرن علي متى بعد القطيع وصلوا، لارقص وغني لارقص وغني وكيد عداي وعداهم. والزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة، وكل ما تتلاقى بخيال تقله يا خيال انزال، وكل ما تتلاقى بخيال تقله يا خيال انزال، الفارس بدها خيال. يعطيك صحة، برافو عليك، شكرا لك، يعطيك صحة. يعني الجو هذا نتصوره في تونس يحبوه برشا التوانسة، بالأخص في المناسبات والأفراح، ويظهر لي أنت دخلت البيوت التوانسة برشا في المناسبات والأفراح كثير. وين ما وين ما نروح بصراحة بدون رمي ورود، وين ما نروح نلقى الترحاب، وإن شاء الله يا رب دائما نكون عن حسن ظنهم يا رب. عم نحاول إنه نكون ما أعمل شيء إلا أكون أنا نحس اللي 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 يسمع راح يحترمنا. هذا الهاجس، هو الهاجس الوحيد للفنان إنه أنت تحس اللي مقابلك راح يحترمك من القولي. أي ويعني تو على امتداد 9 سنوات يذولي العلاقة مع الفنانين التوانسة، صار فما علاقة جيدة مع الفنانين التوانسة؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا اللي يعرفني عن قرب يعرفني أنا نحب كل العالم. مسالم مسالم بحدود الاحترام بالضبط. إيه كل الناس يحبوني، نحب كل الناس، ما ننتقص من حق حدا. نعمل اللي أنا يعني تقول متلهي بروحي. متلهي بروحي أكثر من العالم. نواصل معاك، أما خلينا ناخذ مكالمة هاتفية جتنا الآن من ألمانيا. معنا سي فتحي مامو من ألمانيا. ألو. أهلا وسهلا. على السلامة، مرحبا بك فتحي. مرحبا. يعيشك ومرحبا بكم. عامك مبروك إن شاء الله، كل عام وأنت حي بخير. عايشك وعامك مبروك، وإن شاء الله مبروك علينا على التوانسة الكل والعرب الكل، وإن شاء الله نكونوا ديما حنان على بعضنا ونسمعوا بعضنا. عايشك فتحي. أنت فنان تونسي مقيم بألمانيا. أنا فنان تونسي مقيم بألمانيا. أي فتحي، لو كان ممكن يعني أنت طلبت حتى تحيي التوانسة بالعام الجديد، وتفضل شنو تحب تقول يعني بالمناسبة هذه. بالمناسبة دي نقول إن شاء الله عام مبروك علينا 2018 على التوانسة الكل وعلى الفاميلا نتاعي الكل، خاصة أختي فاطومة هذيك الأم الحنينة أختي. أي وإن شاء الله وإن شاء الله نكونوا العام الجاي إن شاء الله في التوانسة كله نكونوا زادة مع بعضنا
ونتحدوا مع بعضنا وتكون تونس ديما في إن شاء الله. شكرا ليك فتحي، ان شاء الله عامك مبروك انت زيده. وبالمره حبيت نحيي كل جاليتنا في المانيا، ان شاء الله 2018 مبروك على الناس الكل في المانيا. شكرا ليك فتحي. باهي نرجع شويه استاذ علي معاك، وانت بخلاف الغناء زاده مثلت وناشط تبارك الله في مثلت في مسلسلات وكانت عندك ادوار، احكي لي شويه على الجانب هذا. شوفي التمثيل هو بدا من مع المغنى من الصغر في المدرسه، كلنا دائما تعرفي هو النشاط الفني يصير لكل شيء، تمثيل والدبكه والمغنى واحيانا كتابه الشعر ولا الرياضة. بعد الواحد يحس حاله راح في طريق اخذه من الكل. بديت بالتمثيل من المدرسه، كنا بالمدرسه مسرحيات صغار، وبعد بسوريا كان عندي حظ اني اشتغلت مع مخرج كبير اسمه هيثم حقي. طبعا هو دور صغير اما يعتبر يعني دور كبير لمسلسلين رمضانيات كبار، اسمه الاول اسمه خان الحرير والثاني اسمه الثريا. بعد لما جيت على تونس مسألة التمثيل ما كنت أنا متجرأ أطرقها لأنه مشان عائق اللهجة. بعد شوي شوي اشتغلت في الإعلانات في الببلوسيتي، حسيت يعني ممكن نرجع. بعد اشتغلت في اختارتني مخرجة جديدة، هي رسالة التخرج بتاعها في فيلم تونسي اسمه تسجيلي اسمه زعم النار تطفأ، لسه ما انعرض. عملت دور هو صغير كمان أما حلو. اشتغلت في الحجامة مشكور الأستاذ زياد اللي اختارني، عملت حلقة اسمها التسفير، عملت حسيت حالي عملت كويس. اشتغلت كمان في مسلسل جزائري اسمه تحت المراقبة، صور في تونس، مسلسل ليبي اسمه روبيك. يعني محاولات تنجم تثريها اكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تو نعمل ان شاء الله اللهجه نتقنها اكثر. أي. وانا حبيت نحييك لان انت اليوم جيتنا باللباس التقليدي. والله انا المعد الاستاذ المعد قلت له انا اجي بالكسوه طالما ما فيش رقص. أي. يعني ما فيش قال لي لا تعال باللبس التقليدي، لانه احنا حبينا نحييك ونحيي اشقائنا في سوريا الكل. خليك يا بتبيعه ونتمنى لهم عام مبروك، وان شاء الله 2018 يكون طلع خير على يا ربي علينا وعليكم العربيه الاسلاميه، على اهلي وعلى كل الجاليه السوريه في تونس وكل شيء يسمعنا لبرا. يا رب يكون السنه الجايه خير وسلام على ان شاء الله يا رب. وتحيه هي لسوريا كلها طبعا، اما كمان تحيه لاهلي في محافظة دير الزور. نحييهم. باش نختموا توا بغنية، شنو رايك هكا في المباشر؟ ولا بلاي باك؟ عندنا بلاي باك آخر تبع بنتي. إي هذا على بنتك. هي الأغنية قصتها طريفة، هي أنا كنت أعملها مزحة. إي بنتي لما ولدت قولها ربي أعطاني بنية أحلى من القمر شوية ملكت، بعد شوي شوي تعرفت صارت رتوش هيك عملتها قالوا لي سجلها. سجلت الكلام واللحن بكل تواضع إلي. ان شاء الله، وهي في ناس كثير عجبتهم، ان شاء الله اللي يسمعوها توا تعجبهم يا رب. ان شاء الله نسمعها مع بعضنا. ربي أعطاني بنية أحلى من القمر شوية، ربي أعطاني بنية أحلى من القمر شوية، ملكة عمري وحياتي مسحت عني دمعاتي، ملكة عمري وحياتي مسحت عني دمعاتي، ربي خليها ليا، ربي خليها ليا. نورت عمري وداري أغلى من كل شي غالي، نورت عمري وداري أغلى من كل شي غالي، ينشغل فكري وبالي، ينشغل فكري وبالي، لو غابت عني شوية ورب أعطاني بنية أحلى من القمر شوية، ملكة عمري وحياتي مسحت عني دمعاتي، ربي خليها ليا، ربي خليها ليا.
تسلم لي خف دمها خليها لابوها وامها تسلم لي خف دمها خليها لابوها وامها يا ربي عشرة منها يا ربي عشرة منها يهنوا قلبي وعيني ورب اعطاني بني احلى من القمر شوي رب اعطاني بني احلى من القمر شوي ملكة عمري وحياتي مسحت عني دمعاتي ملكة عمري وحياتي مسحت عني دمعاتي ربي خليها ليا ربي خليها ليا يعطيك الصحة شكرا ليك حلوة برشا الأغنية هذه لبنتك نحييها رنيم شو اسمها بنتك؟ رنيم رنيم ربي يفضلها لك تفرج فيك يا رنيم توا اي عم تتفرج تحية لرنيم ولكل نحيوها رنيم وتحية لكل اللي عندهم صغار وإن شاء الله يا ربي اللي جاي بنية من توا هدية لكل اللي إن شاء الله أنت عندك يا رب يعيشك شكرا ليك يعطيك الصحة وصيد حبيت نقول لك مرة أخرى إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير ونخلي لك كلمة الختام حتى تحيي الأهل والأصحاب العام الجديد أول شيء تحية لك وتحية لأسرة البرنامج كلهم اللي استضافونا تحية لتونس كلها وإن شاء الله يا رب يكون عام جديد حلو على كل العالم تحية لأهلي في سوريا وأصحابي وإن شاء الله يا رب فرص أخرى إن شاء أكيد الله يكون في عندنا جديد اللي الناس تحبه وتحترمه إن شاء الله شكرا لك على وجودك وحدنا وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله سنة مليئة بالنجاح يا إن شاء الله. رب الله إن شاء الله يا رب كمان. شكرا لك يعطيك الصحة مواصلين توا مع معرض طرابلس الدولي في مجموعة أخرى كما قلنا فما مجموعة من الربورتاجات باش نزيدو نشوفوا الربورتاج هذا الصناعات التقليدية تلعب دور كبير في التقارب بين الشعوب بالذات الشعوب المغرب العربي لأن طبعا احنا تو كليبيا ودولة تونس نعتبر دولة واحدة تعتبر حتى عاداتنا وتقاليدنا وزينا وكذا متقارب جدا مع بعض الصناعات التقليدية طبعا الشيء اللي خلانا احنا نهتم بالملف هذا كمركز تنمية الصادرات لما رجعنا لقاعدة بيانات الأخوة في مركز النهوض بالصادرات التونسية لقينا الصناعات التقليدية التونسية واخدة رقم لا بأس به واخدة مرتبة لا بأس بها في من ناحية الدخل الوطني لتونس çok güzel çok zengin burada olmaları da ayrıca çok iyi bir, çok güzel bir şey. Trablus'taki böyle bir fuarda Tunus'u da kardeş Libya ile beraber görmek çok güzel bir dayanışma örneği. جميل جدا وأن نرى أن تونس موجودة هنا وأنها تتضامن مع ليبيا أثر جميل جدا. Kültürlerin birbirini tanıması bakımından da çok önemli. Bizler için de öğretici. ومن ناحية تعريف الثقافات لبعضها البعض حدث مهم هذا ويهمنا نحن أيضا دور هذا المعرض هو التعريف بما هو بالموروث الثقافي والمنتجات هذا الإرث الحضاري لليبيا طبعا هو الصناعات التقليدية التي يتميز بها ليبيا ودور هذا المعرض هو التعريف وتطوير لغرض تطوير هذا المنتج لغرض الوصول به إلى الأسواق الدولية حقيقة ما شاهدته هو أعمال متكاملة ومتشابهة في الثقافة حقيقة العربية والأفريقية والإسلامية وأنا بشكر حقيقة الأخوة القائمين على هذا الأمر على هذه الدعوة وأتمنى أنه حتى كل العالم يشاهد ويرى ما يبث عبر هذا المعرض وهذا هو ضحض حقيقة للرومرز والإشاعات عن ليبيا وإنها هي بلد حقيقة يعني بلد آمنة ومطمئنة ونتمنى عودة السفارات العربية خاصة يعني وإنه بداية العام 2018 تكون بداية
لحياة جديدة ولعني عهد جديد في دولة ليبيا. هي طبعا أكيد العولمة غزت كل العالم العربي، ونحن للحفاظ على الهوية السودانية وربط الأجيال الحديثة بالقديمة دائما نحاول من خلال التراث نعرف الأجيال الجديدة عن تراثنا وعن التوب السوداني، رغم أنه نحن أصبحنا نلبس الجلباب في مجال العمل وغيره، إلا أنه يظل التوب السوداني هو الزي القومي الجميل المحبوب لدى كل السودانيين في المناسبات خاصة الاجتماعية وخاصة في بيوت الأفراح. بنوجه بالشكر لدولة تونس الشقيقة على مشاركتها في معرض تنمية الصادرات بدولة ليبيا بعاصمتنا طرابلس. هذا يدل على شيء، يدل على أن الشعوب متقاربة ومهما كانت في خلافات، لكن هذا دليل على أن قدومهم لهذا المعرض ومشاركتهم تحدوا فيها الصعاب، ويقولون للساسة أن مهما اختلفوا الساسة أن الشعوب متقاربين ولا تؤثر فيهم الخلافات. نحن سعداء حقيقة ومسؤولين بمشاركة شركات تونسية في هذا المعرض. الحقيقة كانت مشاركة جيدة أسوأ بالشركات الأخرى المشاركة معنا، سواء كان من السودان أو من الجزائر أو من المغرب. طبعا مشاركة تونس في هذه الظروف الصعبة نشكر عليها بصراحة يعني، وكما أدعوها للمشاركة معنا في الدورة 46 مع طرابلس الدولي الذي ستنظم بمشيئة الله خلال شهر إبريل من العام القادم 2018. سنكون سعداء ومسؤولين باستقبالهم ونقدم جميع التسهيلات اللازمة لهم. مرحبا من جديد بكل ما التحق بنا، مرحبا بكل مشاهدينا، مواصلين معاكم وحبيت نرحب بضيوفي. بحضرنا سي فاخر بن مصطفى، مهندس اول في الطاقات البديله، مرحبا بك سي فاخر. كذلك مدموزيل اماني الطايف، مهندسه في الطاقات المتجدده تحديدا في تثمين النفايات، مرحبا بكم. دونك هذا هو الموضوع نتاعنا، احنا باش نحكيو على تثمين النفايات ولا تحويلها لمواد خام. فوالا، من قبل هذا عندنا مكالمه هاتفيه خناخذوها. الو وي الو الو، مرحبا. شكون معنا؟ سي محمد الحمزاوي معنا. اي مرحبا بك سي محمد. يعيشك. منين سي محمد تكلم فينا؟ من النرويج. فوالا مرحبا بك. انا حاليا من النرويج، انا نمثل الجزائر في باريس وعضو في مجمع الاستثمار ومريه الاعمال. مرحبا بك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير محمد. كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي عام مبروك على تونس الكل وعلى الجاليات التونسيه في الخارج الكل. اي ولو تسمح لي نحب نوجه تحيه ونعيد على امي وبابا في تونس مدام زينب حمزاوي وبابا محمد امين حمزاوي وعلى زوجتي واختي، هذوما العائله وعلى جميع التونسيين ان شاء الله. يا ربي يعطيكم ان شاء الله عام وما حيين بخير. يعيشك. قولي محمد، شو تعمل بالضبط في النرويج؟ انا في النرويج لهنا عطله يعني، حبينا عطله حبينا نبروفيتيو هكا من الثلج ومن المسكي. انت تعيش في باريس؟ اول زياره النرويج، ما الحق يعني تونس ديما وحدها يعني. مستانس ترجع الوقت هذا، الوقت هذا مستانس ترجع لتونس ولا كيفاش؟ وقتاش ترجع بالضبط في العام؟ على امتداد العام وقتاش ترجع لتونس؟ خاصة الصيف، الصيف نرجع فيه يعني في العادة، لأنه عندنا برشا خدمة. الحق يعني الصيف هو خاص بتونس، هذاك عندنا شهرين هذوك بنروحوا فيهم ونطلع على الاحباب والاهل وباهين. شهرين خير ما الواحد يجي على جمعه ولا ايمتى، وشهرين على الاقل يقعد بالقدا ويرتاح ويلقى الوقت للعائله. بالضبط. اي ومن العجيب يعني الناس اللي في الخارج كلهم يلاحظوها، ديما اللي في تونس يقولون نشوفوا فيكم اكثر من نشوفوا في بعضنا في تونس. يعني والله صحيحه هذيا، تعرف بالحق مخصصين للاهل، مخصصين والله بالحق. احنا ساعات تلقانا فرد بلاد وفرد بلاصه، ما كل واحد يبدا ليه في روحه، حتى ساعات العام يتعدى وما نتلقاوش. وقول بالحق هذيا اكزاكتومون، بالحق كلهم يعطونا نفس المناصب. ان شاء الله ديما قرب من بعضنا، وان شاء الله ديما نطلع على بعضنا وفي اتصال مع بعضنا، وكلنا ان شاء الله يا رب يحفظنا بالخير ان شاء الله.
امين يا ربي. عام مبروك مره اخرى، شكرا لك على المكالمه محمد مبروك. وان شاء الله عام مبروك عليك، يعيشك، شكرا لك. باهي نرجع معك فاخر واماني، وخليني نفهم شويه الموضوع، لانه موضوع شويه هكا لازمك توضحوا لنا اكثر كيفاش نحولوا النفايات المواد خام وتفيد معناتها بطريقه اخرى. هذا يظهر لي موضوع متشعب شويه، اما عنده ديزيتاب يتعدى بهذا. فوالا، هو اولا هو ما تعرف انت تو منهجيه الدوله ولا منهجيه الحكومه الوقت الحالي هي الطاقات البديله، وتعرف انت عقد برنامج معناها لتسهيل وتسريع البرامج التطبيقيه نتاع الطاقات البديله. فما شويه عراقيل ما نكذبش عليك بما يخص الطاقات البديله، بما يخص معناها نقولوا احنا الطاقات الفوتوضوئيه، في يتمثل في مثلا انك الدعم الدولي، ولا يتمثل زاد حتى في تعطيلات من تجهيزات، حتى ما تنساش انت فما عباد مثلا احنا ما نجمش نصنعوا كل شيء لهنا، مي فما ما يوقع عمليه الاراده، هو فما عنا صعوبات شويه، لكن ان شاء الله 2018 القانون الماليه توا يتحل شويه، لانه ما نكذبش عليك فما عباد موافقة فما عباد ضد. الدعم يمثل دور كبير زاد، فما شركات سكرت لازم إمكانيات، لازم إمكانيات دعم الدولة كما يزم. نفس الشيء نحكيه على الطاقة البديلة. يعني بالنسبة لتثمين النفايات هو موضوع تحل عام 2016، ووزارة البيئة قالت تبذل في مجهود كبير، وهذا راهو لا رمي ورود لا شيء، عباد قالت تخدم على منهجية وطرق جديدة للتعامل وتركيز النفايات، التعامل وتركيز النفايات. احنا اليوم قاعدين نلعبوا في دور هذوما مثلا انواع معمل في اسبانيا اللي يمثل رحي المطاط تحويله الى المواد خامته، وتشوفوا من بعد جبت لكم شويه دي شونتيون بون. هم العباد من الاول ما صدقوش كيفاش تحول النفايات الى كربون، معناها الى كاربيرون، ولا نقولوا احنا الفيول. اليوم نشوفوا عندنا برشا من الـ معناها الطرق، هذا نوع من نوعيه المعامل في اسبانيا، وان شاء الله قريبا في تونس في ولايه بالضبط في ولايه قفصه. هذا اللي تشوفوا فيه هذا هو المحاور اللي يحول من المواد النفايات الى مواد خام قابل للحرق قابل للاستعمال. هذوما تشوف فيهم الكوندنسور اللي يحاولوا معناها يبردوا الكربيرون بعد ما يوقع معناها تحويله من معناها هنا العمليه شنو التكنولوجيا هذه اختصاصها هو انه ما تفوتش ال 400 دغري، معناها لا يوقع حرق. والمبدا نتاعنا كما تشوفوا هنا هو انه تعاون تونسي الماني في سبيل حاجه واحده، هو المحافظه على البيئه ونظافه المحيط. وكما سبق وقلنا معناها فما برشا برامج تحطت لهذا البرنامج بخاص بالذات، كما قلت لك معناها وزاره البيئه قامت تقول مجهود في تركيز قاموا بندوات مش ندوه ندوات، وسيقومون زاد بذلك بعض الندوات. احنا اختصاصنا شنو؟ اختصاصنا هو تثمين النفايات، لكن الدوله الاستراتيجيه بتاعها هو تركيز النفايات، تسميه احنا لو تريتمون بيوميكانيك. اش معناها تركيز النفايات؟ الى معناها نقولوا احنا يوقع الفرز الانتقائي نتاعو، يوقع معناها تركيزه. وش معناها تركيزه؟ انه يستابيليزي، معناها ينجم يكون ماتيار قابل للتحويل. بعد احنا نجيو كمهمتنا احنا كشركه خاصه نجيو بتثمين هذه النفايات اللي قبل الوقت الحالي قاعدين ندفع في فلوس باش نجمو نردموها لونفيسمون. فما شركات مش تقوم حسب كراسه الشروط توا ستقوم بتركيز هذه النفايات ووضعها للشركات اللي اختصاص ذوي الاختصاص. فما الردم، فما الحرق، فما كل لكن واحد احنا صحيح فما نوعين من نقولوا احنا من النفايات، فما النفايات الخطيره وفما النفايات بنال اللي هما معناها ما تسببتش في خطر للبيئه. هذو مش يوقع تحويلهم مثلا كي يشوفوا لهنا من المطاط شنو نجموا نعملوا. انت جبت لنا هذا سي تان كاربيرون، هذا الفيول، هذا عباره اللي تشوفوا فيه انتم من الارض اللي يطلع معناها اللي نجموا احنا بعد نقولوا احنا كي نردفوا النفايات بعد مليون عام نحفروا نطلعوا هذا الوقت الحالي ولا كولاترال، معناها النفايات من هنا يخرج ماتياغ فيول اللي هو معناها عنده نستغلوها معناتها الماتياغ هذا قابل للاستغلال. هذا بعد ما يوقع له الفلتراسيون، بعد ما يوقع معناها نقولوا احنا الرافيناج نتاعو التكرير نتاعو يولي قابل للحروق، مزوت كيروزين هذا من المطاط. نفس الشيء عندنا ربح اخر هو
معناها الوقت الحالي قاعد لو كاربون بلاك. لو كاربون بلاك هو يمثل معناها دور مهم برشا في المطابع. نقولوا احنا سيتا ماتيار بريمير اللي هو عند ذوي قيمه كبيره، فهمني؟ في نفس معناها المنظومه احنا ما تعاملنا تو بالمطاط، لانه النفايات المنزليه كشركه خاصه اللي ما تقوم بعد ما يوقع تركيزها، يعني الاستابيليزاسيون تاعها تجم انت تولي قابل لتحويلها. الوقت الحالي القانون الاول اللي توضع هو تركيز النفايات الى مواد قابله للتحويل، وبعدها مش يوقع احنا معناها يعطينا الدور. في نفس الوقت تكويني يزولي، خلينا نمشي شوية زادة الأماني وفي هاك انت حسيتك حبيت ترمي على الكرة دونك أماني هي من الشباب هكا اللي مهتمين، ويظهر هذا مجال زاد مفتوح للشباب باش يدخل فيه أكثر وكل. دونك احكي لي على تجربتك في مع العلم، سامحني مع العلم نزيد نقدمها بكل فخر واعتزاز. أماني من المهندسين الأولين اللي اختصوا في تثمين النفايات، وكان الدبلومة نتاعها ولا التاز نتاعها كمهندسة أولى في تثمين نفايات المطاط. معناها كانت احنا شنو دورنا؟ موش دور صناعي كهو، حتى دور تكويني في نطاق تثمين النفايات، وهي كانت أول تجربة معنا في تونس. الله سبحانه. تجربتي مع سي فاخر ومسيو مارتن اللي نورمالمون كانش يحضر معنا اليوم لأسباب صحية ما نجمش يكون معنا. إن شاء الله. بديت يعيشك. دخلت للشريك على أساس ستاج، ستاج في الفوتوفولتايك اللي هي شركة متاع سي فاخر. مش هذا ذاك متاع ستاج. وقت هني في العام الاخراني شو دراستك ساعه قبل؟ اني قاريه انجينير في الطاقات المتجدده. عملت ستاج نتاع صيف ومازال لي عام اخر قرايه العام الاخر معناها. كي شفت البروجي انتريسون وكل قلت علاش لا، العام الاخراني ما نعديوش نخدم ونقرا. وهذاك شنو كان التماشي نتاعي، هذاك شنو اللي صار. قعدت نقرا ونخدم، وكما كان يقول سي فاخر البروجي فان ديتود نتاعي خدمته على الفالوريزاسيون دي بنو. تجربه كانت باهيه، وما غير الثقه نتاع سي فاخر ما كنتش نجم نكون في البلاصه هذيا، ما كنتش نجم نخدم البروجي فان ديتود على الفالوريزاسيون. ان شاء الله قاعدين نقدموا بشويه بشويه. كي نشوف اول ما دخلت للشركه وبارابور لليوم فما معناتها عملنا خطوه كبيره برشا. ان شاء الله في اول 2018 كما قال باش يكون البروجي في اول بروجي باش يبدا في قفصه، وعندنا بروجي اخر في سوسه. لو طون اللي تتحل ابيل دوفر نتاع لي ديشي ميناجي، خاطر كيما كان يقول لازم تتحل ابيل دوفر من الوزاره باش نجموا احنا نشاركوا فيها وناخذوها باش نجموا نخدموها. هو بروجي انتريسون سورتو انه حاجه بيئيه، وكيما نشوفوا توا ديشي بارتو سوا ديشي ميناجي ديشي اندستريال يحل لنا مشكله كبيره. يحل لنا مشكله كبيره. دونك هوني نحب نعرف سي فاخر اذا كان فما معناتها تو كي نشوف اهميه البروجي هذا. كنا حكينا شويه من الاول فما تسهيلات فما من الدوله سي فغي فما ندوات وفما اهتمام، لكن معناتها على كيفاش يقولوها ارض الواقع. على ارض الواقع شنو التسهيلات اللي لاقينها ولا شنو اللي تطمحوا لها معناتها؟ بكل شفافيه الواحد معناها فما صعوبات، فما عباد ما امنتش بينا بالكل. فما عباد قالوا لنا كاسكو فو راكونتي، معناها مش تجيو احنا قاعدين نخدموا في النفايات عندنا برشا انتم مش تجيو. فما عباد تفلسفت، فما عباد خدعتنا. نقول انا بون ربي يهدي، فهمتني؟ لكن ما تعرفش تبدا مشروع لازم تاكل لكن ما يمنعش اليوم بكل شفافيه نقولها راهو وصلنا وحققنا انتاج معناها عباد امنت بينا، عباد ولات تؤمن بانه الشيء النفايات هذا عنده مورد رزق. اللي نظرت له انا ما نظرتش للمشروع بذاته وما وراء المشروع، اللي نظرت له انه هو بناء هذا المشروع على شنو هو مبني. الدعم الاول اللي لقيناه بكل شفافيه هو من طرف وزاره البيئه، من طرف الوكاله الوطنيه للتحكم في النفايات، تصرف النفايات، كما نفس الشيء في التحكم في الوكاله الوطنيه لحمايه البيئه. الحق نتاع ربي قينا ترحاب كبير من كل النواحي. يقعد ما تعرف احنا تو في وضعيه في تونس، وضعيه شويه نقولوا احنا ديستابيليزي، لانه صاحب القرار ديما هو كيفا بروندو لا ريسبونسابيليتي بعد. لذلك احنا ما كناش معناها من الاول ما عطاوناش الحق الصحيح، لانه ما عندهمش اي بنيه تحتيه اللي تركزوا واحد صاحب القرار اللي يقول لك اليزي اون برو معناها اون لونس لو بروجي.
قعد شويه العسكري من الاول في معناها وجود احنا برغم الممول موجود معناها فهمني قعد العسكري فك القرار الاخرين ان شاء الله على كل حال الجاي يكون خير وان شاء الله في 2018 تتحل افاق اكثر ان شاء الله انا متفائل متفائل وندعي ربي انه تبعد علينا الفتنه بين العرب سواء ايها افريقي او شرقي او غربي كما يقولوها وتبعد علينا زمن التونسي زمو فيق نصور انه 2018 التونسي الى سوفغي 2017 وان شاء الله يتحول لك الضعف هذاك الى قوه وليؤمن الانسان انا وقت اللي روحت لتونس معناها كي نروح لتونس ديما نقعد بامالي نقول يا رب ان شاء الله بلادي تكون خير من اوروبا هذا هو شكرا لك سي فاخر يعطيك الصحه شكرا لك كذلك يعطيكم الصحه ان شاء الله عامكم مبروك ومواصلين تو باش نحكيو شويه على الديكور مع عادل جعفور نشوفوا الفقره هذه ومواصلين فنانة أميرة ترابلسي مشاركة في معرض دار ديكو 2017 لوحات مزيانة ياسر أميرة أي صحيح كلها لوحات بانتور ألوير سور توال فيها تكنيك دو باتون غالييف الكلهم كنت تلاحظ اللي هما كلهم كبار ماهمش صغار نخدم معروفة لينا نخدم سور كوموند بيرسوناليزي لي تيم اللي يحبها بلوتو الناس الكل الكليون ولا اللي يجيني حتى دي زوتيل ولا دي ريستو كلهم نخدم باغ لوغو باغ تيم باغ ديكوراسيون كلها يعني لوحات كلها بتاعي انا أميرة مثلا نشوف اللوحة هذه ايش مدينة العربي مدينة العربي هذه احكي لها هذه المدينة العربية هذه الأسواق نتاعنا والمدينة وين وين احنا نعرفوا وتربينا فيها التيم هذايا دخلت لي كولور هذوما اللي هما يدلوا على ألواننا اللي نعرفوها القشابية السفسيري الألوان هذوما مع لون الباب العربي نتاعنا الأزرق مع الخدمة اللي هي أكثر مودرن اللي هي ضربة الكوتو أون غولييف اللي هي تجي مع ليتون نتاع الموبل نتاعنا أو ميم طون ستيل مودرن شوية ما يتحطش مع الكلاسيك يتحط مع مودرن والكلاسيك دوزونا أميرة احنا نشوفوا في اللوحات نتاعك فيها ما بينات الطبيعة لهنا الطبيعة لا ناتور وما بينات الأرشيتكتور نتاع المدينة العربي كيما سيدي محرس كيما لقويس لهنا مونوكروم معناها أنت مرة تزن للطبيعة لبرا ومن النجار والوديان وكل شيء ومره دخلنا في اسلام المدينه العربي اي صحيح ندخلكم بين البانتور اللي على المدينه شويه على المدينه وذيك المدينه القديمه ذيك اللي فيها الطوب والعربي قديمه قديمه على الاخر وبين الناتور نتاعنا توا اللي نحن عايشين بين الالوان هذوما الزاهيه علاش نحطوا في لي كولور سامبر برشا هكا ندخل شويه الوان هنا ناتور ازياتيك هذه أزياتيك وأنا هزيتها من تونس للصين لتايلاند يلزم اللي يرى 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 كل شيء معينا يرى يرى ليتيم الكل عندنا رخام تاع تونس وعندنا رخام ونخدموا الاكثريه 80% رخام تونسي باغ اكزومبل عندنا تيلاغري تستانسنا بالتيلاباج تويك عندنا ولا الجري تيلاغري شوفرني يمشي في الدلاج يمشي فما زاد الرماج الاخر هذه نقصها كونتر فاس هذا بوغ لو تيلا يمشي في الدروج ويمشي في الدلاج فما تيلاباج فما في رويال وفما شوفرني عندنا الماران كسره تخي دور عندنا الجري فوسينا عنا الكورتوزا دا كارير جديد جبنا منه عنا جون دو تينيزي حاجة معروفة هذا بالنسبة للخام المحلي التونسي المحلي يعني اللوكال بالنسبة للوكال زاد عنا الكذا الجري والكذا اللي فيه الفين الغاز كي نقولوا رخام ها نجموا نعملوا به سول معناها قاعة بارك الله وما شاء الله تصاميم دروج نجموا نعملوا به ريفيتمون مغال تصاميم احنا في معرض دار ديكو التيم نتاعو تصميم ديزاين وراه في تصاميم مزيانه ياسر في الخام في القاعه
كيفاش هالمرياج من الرخام الاخضر والرخام البيج وصلت خرج حاجه مزيانه ترى؟ هذايا تابلو نجمو نحطوه في اونتري، نجمو في الهول، نجمو في السالة، وين تنجم توظفوا توظفوا، فهمت؟ حاجه ديكوراتيف في القاعة، نمشيو بيه بالمتر كاغي هذايا، وتنجم تاخذوا فخاك باغ اكزومبل وتركبوا انت، تعملوا نعملوا له التراساج نحنا، ويركبوا مثال بني ولا كسوسوا اللي باش يركح له. باهي بالنسبه عندنا لي روزاس زاده لي روزاس هذوما نجم في الميزور اللي تحب عليهم، تجي في لونتخي تجي وين تحب توظفها حاجه ديكوراسيون انت. نعرفوها هذه في تونس معروفه ياسر في الالوان اللي تحب عليهم، في الديزاين اللي تحب عليه. والدربوز تاع الرخام هذا مزيان. هذاك نعملوه كوسوسوا في الامبورتي، في التيلا جري، في التيلا بيج، بالمتخ لينيغ نمشيو حسب القياس اللي عندك، حسب الدروج نتاعك. شنو الاسعار تاع الرخام؟ اي من الى من ارخص الرخام شنو؟ شنو نوع؟ بالنسبه للدلاج عندنا في التيلا ارخص حاجه من 25 وانت تطلع حتى للكذال قريف ال 75 85. الرخام التونسي من 25 دينار ل 85. 85 دينار. اي. فما البلان كارارا زاد 120 في الدلاج. 120. اي. رخام ايطاليا. فما الريفيتمون، فما البوتوتشينو هذوك مامبورتي زاد بوتوتشينو جولدن سيلفر، عندنا الامبيرادور، عندنا قام كبيره زاد في الجرانيت. برشا توانسة يخمو يقول لك زعما نشري غري دون لا ماس والا نشري رخام، هما قعدوا حايرين بين الزوز. خاصة في الثمن وفي الديكور. دون لا ماس ولا سويمو اغلى حتى من الرخام، تعمل انت في تيلا غري ولا تيلا بيج، يقعد الرخام ما يتقارنش مع الغري لا ماس بالطبيعة. بالنسبة لمواطن بالخارج يعيش لبرا ويجي جمعتين لتونس بشهر، هاب يعرف مثلا باش يتقصر الرخام مش باش يركب، ذكر التركيب مع البني، يعدي كوموند في الرخام باش يتقصدوا كيما نقولوا 100 متر مربع مثلا، قداش تقعد هكاك المده تزربوا له مواطن بالخارج؟ الدلاج ديما تلقى عندنا في ستوك، فهمت؟ اذا كان ينجم يلقى من ستوك الموجود، سينو انت والكونتيتي ما نجمش. هو قعد جمعتين شهر في تونس مواطن بالخارج، قداش تقعدوا له المده كي تزربوا له مواطن بالخارج؟ ما تقعدش برشا تعرف انت فاكونس الكل. ما نجمش نعطيك خاطر انت والكونتيتي قد 100 متر. فما الجمعه، فما الجمعه ونص. اي وانا يجي عم فاكونس تاعو ويركب عندنا في ستوك الشوا الكل، فهمت؟ 60 30 30 30 انت وشنو تحب. عادي فاكونس وفرحان وركب دارو. اخذ لنا المهريز هذا فيس انيك. خذ لنا المهريز. مرحبا بكم من جديد. مرحبا يا عادل. مرحبا بك. هذا الجزء الثاني نتاع الغطاج ولا شفناه الاسبوع اللي تعدى، واليوم فما موضوع هام باش نحكيو فيه. ما قبل هذا عندنا صوره خنشوفوها مع بعضنا، عندنا تصويره خنشوفوها مع بعضنا ومن خلالها باش نحييو بلدية منزل جميل، بلدية بنزرت. نشكرهم برشا على التحفة في منزل جميل. التصميم المزيان ياسر، هالتصميم هذايا في برشا رموز، في رموز لعمل النظافة اللي قاعدين يخدموا في الخفاء وقاعدين ينظفونا في الشوارع نتاعنا وفي المدن نتاعنا. تحية، برافو برافو لبلدية منزل جميل. ولفتة لفتة جميلة برشا منهم. لفتة جميلة برشا، وهي اسمها بلدية منزل جميل وعملت حاجة مزيانة. يعطيهم الصحة. ان شاء الله يمشيوا على منوالهم زيدا ان شاء الله، لانه بادره طيبه الفكره هي. مزيانه والتنفيذ ازين. فوالا حلو. دونك نتعداو الموضوع نتاع اليوم خاطر الوقت يزرب فينا. موضوع اليوم هو نحبوا هذه اخر حلقه من 2017 في اهلا تونس. تحيه للجاليه اللي تبع فينا 2017 الكل معناها، ونحب نسلم عليهم برشا. نحبوا نختموا الحلقه هذه بنصايح تهم الصحه نتاعنا. نحبوا المرض حاجه، معناها حبيت نمشي في اتجاه تاع الصحه تاع المرض. اوكي، شنو تاثير الفضاء الداخلي لسباس انتيريور؟ الفضاء الداخلي ما نقولوش ديار، نقولوا ديار كذلك نقولوا فضاء داخلي، متاجر، ادارات، روضه اطفال. نحبوا فضاء داخلي سليم وصحي. اليوم باش نحكيوا على حاجه فما اللي يسمع بها لزكريا، هي ميكروبة صغيره برشا عيطوا لها الوحش الصغير، بنوري تصويرتها هذه يسمعوا بها اما ما عمره ما راهو. هي سبب في برشا امراض وبالاخص في الحساسيه عند الوليد الصغار ولا حتى عند الكبار. عند الكبار زاده. شنو هذا؟ دونك هذا هو هذه اللي نسمع بها لزكريا. حبينا نجيبوا الصوره نتاعها. احنا حبينا 2017 هنا لزكريا نقضيو عليها، ما نجموش نقضيو عليها 100% راه. مي لكريان هذه مالوريزمون هذه حقيقه موجوده تعيش معنا في الفضاء الداخلي في ديارنا. الميكروبه هذه كبرها كي تلقاها في الجرايه مثلا، تلقاها في الريدوات، في الستائر،
تلقاها في السجادات، تلقاها زادة في الملاحف، تلقاها في الدبش، تلقاها بختو في الفضاء الداخلي، في بيت النوم، تلقاها في الإدارة، حتى في حانوت يبيع دبش، حتى في فارماسي، حتى في روضة أطفال، تلقاها حتى في عند موظف عمومي يخطف في الإدارة نتاعو، في أي فضاء داخلي. الميكروبة هذه كبرها 0.25 مليلتر، ربع سنتي كبرها، عفوا ربع سنتي، دونك الكبر نتاعها ربع سنتي. الميكروبة هذه تكبش، عندها سقين كيما ريتها، تكبش في كل ملحفة، في كل قماش، تقعد غادي تعشش غادي، تاكل غادي، تكبر غادي. كي نقول لك أنا معلومة، كعبة غبرة فيها 10,000 أكريان، معناها حبة غبرة فيها 10,000 أكريان، دونك هذه تعيش معنا في وسط الفضاء نتاعنا. وهذاك عليه مرض العصر اليوم هي الحساسية عند الأطفال، الحساسية عند الأطفال، ولازم توصل للازم للفدة. معناها نحب نقول اللي كيفاش تعيش هذه وشنو تحب هذه، تنفهم احنا شنو تحب ونبعدوا عليه في الديار. تحب الندوة، معناها ندى الميديتي، توجد في الأماكن اللي فيها ندى أكثر. أي كي تبدأ الرطوبة انت عندها فوق 60% تولي هي تشيخ. حاجة أخرى زادة، فما برشا عباد يسخنوا برشا المنزل داخل، يسخنوا التسخين، يقول لك خلينا نسخن يعني بيت القعاد وبيت النوم، ويبدا موظف قاعد في بيرو مشعل الرادياتور ومسخن وكل شيء. بالعكس لا كاريان الجرثومه هذه تشيخ، تعمل جو، شوف السيكل نتاعها كيفاش البوسيير، هي الغبره سسبنسيون دون لير، من بعد تتعدى للا كاريان في الاستوما نتاعها، تاكلها في عندها كرش راهي تبدا تاكل في الغبره هذيك، ومن بعد الاستوما نتاعها لا كاريان ترجع غبره بالالرجي، معناها ترجع الغبره بالحساسيه. دونك الغبره بالحساسيه تخرج من الاستوما نتاع كاريان، دونك هي تشيخ بالغبره وتزيد تتعشش وتكبر بالميديتي بالميديتي بالرطوبه وتشيخ على السخانه. معناها انت قد ما تسخن الدار اكثر من 19 درجه، قد ما لاكاريان يزيد يخرج لك من الاستومان نتاعو الحساسيه. برشا عباد مشى في بالهم كي يسخنوا الدار نتاعهم برشا بالعكس باش يتفاو، لا قاعدين بالعكس يزيد يتكاثر لاكاريان في الزربيه وفي الريدو وفي القماش وفي التيسيو وفي المخادد وفي المطلا وفي اللي نجم ينقص. هذايا جزء من الحل، اللي احنا ما نسخنوش جزء من الحل هذا، اللي احنا ما نسخنوش بالطبيعه، ما نسخنوش فوق 19 درجه في بيت القعاد، وما نسخنوش فوق 17 درجه في بيت النوم. معناها غرفه النوم 17 درجه تسخين قانون، و19 درجه غرفه الجلوس. وبرشا عباد برشا موظفين عموميين في الادارات العموميه ولا موظفين في الادارات الخاصه يقعد في البيرو نتاعو ولا في بوتيك يبيع دبش، يقعد في البوتيك نتاعو وهو يسخن، وهو الرطوبه والسخانه والرطوبه ولا كريان، بعد يتعدى الفيزيتا تاع طبيب 50 دينار ويشري دوايات. وبرشا امهات تقول الاطفال تاعي ما براوش بيهم، ما براوش انا باش عدى الحلول. فوالا دونك فما انا باش نجيب لهم الحلول، وحلول ماهيش مكلفه برشا. ناخذوا كابتن قارص دخلنا فقره الطبخ، ما فقره الطب، ما فقره التصميم الداخلي. كابتن قارص نحطوهم في ايتر ونص ماء كابتن قارص نعصروه مع ويل اسونسييل دو مونت. ويل اسونسييل دو مونت معناها مونت، ويل اسونسييل دو مونت، خلطوا مع بعضهم اكل ويل اسونسييل. هذه تعاون برشا باش النداء داخل وزكريان يموتوا. اللي فما الطريقة الثانية اللي أرخص من الطريقة هذه، هو بقولي الكربونات دو سود. معناها نعرفوه احنا مش غالي برشا، هذا حتى فما عباد ينظفوا بهم سنيهم في الدونتيفريز. هذا ترشوا في الزربية، ترشوا في الريدوات، ترشوا في القماش، يقتل لاكاريان. برشا عباد يقول لك اني ننفض الزربية، تنفض الزربية في وسط الدار أكثر. نفضت لاكاريان نحيته مثلا في الزربية، نفضته في الدار رديته فوق الفوتوي. تنفض الزربية في البركون، تنفض الزربية لبرا. لاكاريان يكره الشمس، دخل الشمس للدار، لاكاريان خرج الزربيه للشمس لبرا، دخل الهواء للدار نتاعنا. ما تخليش الدار مسكره، تعيش في الندى، تعيش في الصحراء، بالاخص الشمس هي اللي تنجم تقضي عليها. فوالا تقضي عليها. لاكاريان راهو بالاسبيراتور اللي ينحي ما يعمل شيء، ما عاد شيء. ورينا تصويرتها اللي هو يكبش برشا في الزربيه. داكوغ، دونك كيما راهو نحن عايشين كيما هكايا ومش فاقين بحتى شيء، نخسر في فلوسنا وصحتنا. هذا باش نرجعوا له ان شاء الله، الموضوع هام جدا، احنا حابين نختموا به حلقتنا من 2017. ان شاء الله عامك مبروك يسر، يعيشك وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وفريق اهلا تونس الكل، ان شاء الله 2018 بالصحه والعافيه على الناس الكل، كل ليكيب دو برودكسيون، ليكيب الكل، كاميرامان، الناس الكل ننسى حتى حد. ان شاء الله عام مبروك، ان شاء الله 2018 عام خير وبالصحة وبالعافية على الناس الكل، وبنجاح إن شاء الله على الناس الكل. نجاح اللي يحبوا عادل جعفورة في تونس وخارج تونس وعائلة الكل والناس الكل يحبوا الكل. اللي يحبوا عادل جعفورة كهو، يحبوا عادل جعفورة ويحبوا يسرى معايا.
شاء الله كل عام تحب خير. ان شاء الله عامنا مبروك الناس الكل، نتلقاو ان شاء الله في 2018 عامكم مبروك، وحبيت نحيي في القيافه والتجميل منال الشريف، نتلقاو ان شاء الله. بنحيي منير الحجاب. دكا منير نسلموا عليه. زيد نتلقاو 2018 ان شاء الله في الحلقه القادمه من اهلا تونس، الى اللقاء.